إليسا أعلى مطربة حققت مبيعات في تاريخ شركة روتانا. خد بالك إن موضوع السن كمان هيفرق معاها الفترة الجاية. ما أنغام أكبر منها، أصالة أكبر منها. مين بيعمل غيرها أشكال موسيقية؟ يعني مين شغال بيعمل أشكال موسيقية؟ لكن أنا عمري ما هقول إنه على واحدة بتنشز إنها أهم نجمة في الوطن العربي. عوري إيه ده، أنا كنت بتفرج زمان على أفلام قديمة لهند رستم وليلى مراد ومش عارف إيه، كانوا بيلبسوا مايوهات. مفيش ست ليجاسي في الوطن العربي. الديفو بتاعها هو نفسه الميزه في صوت إليسا، انه مش إليسا اللي هتقف تقيم صوت هو احسن منها. انا مش شايف ان بصراحه صوتها بالفظاعه دي. تروح تجيب جيهان النصر تدربها تغني، مفيش حد فيمينست اصلا كانت تقبل انها تغني مع سعد المجرد. يا روحي انا اللي في الاخر دي بتاعت ممدوح موسى. ممدوح موسى ايه الاشاعات بقى ان إليسا صوتها وحش في اللايف؟ ما هي صوتها زي الفل اهو. انا مش شايف صوتها حلو جدا. انا مش شايف انه زي الفل. انت مش شايف انه زي الفل؟ كاداء مطرب بقى الركوزات ضايعه وصوتها بيترعش، ولما بتيجي تعرب صوتها بيترعش مش ماسكه العرب. بس في احساس، ملكه الاحساس. ماشي في احساس، بس ما اي حد في الشارع ممكن يبقى عنده احساس. بس ما دام حاسس الكلام والغنوه. وبعدين خلي بالك برضه عشان في نقطه مهمه، لعبة الإحساس دي بتبقى ذكاء من الفنان، قدرة على إنه يعبر أو يطلع أو يمثل إنه حاسس الكلام، بغض النظر عن الدخلة بتاعت ممدوح موسى اللي في الآخر دي بوظت أي إحساس موجود في الـ يا روحي أنا. يا روحي أنا. كان بيقدم موسى، بيقدم ولا بيعاكس ولا ممدوح موسى الرجل الذي استضاف كل نجوم وأهم نجوم الوطن العربي وما عرفش يحاوره. يعني ده اختصار لمسيرة ممدوح موسى. ده تعريف ممدوح موسى. تعريف ممدوح موسى بالنسبة لي راجل كان ممكن يبقى رئيس تحرير برنامج فني او معد شاطر، هو ممكن يجيب لك اي حد من اي حته. انما عندما يظهر امام الكاميرا لا يجيد فن الحوار وما عندوش قبول. مع كامل احترامي ليه يعني، انا بحترمه وبقدره جدا. عمل شويه حاجات يعني حصريات وجاب نجوم وجاب طبعاً. عمل سبق وعمل يعني استضاف اهم نجوم في التاريخ المعاصر تقريبا يعني. استضافهم عادل امام وعمرو دياب. ايوه انت شفت نجوم على الشاشه، لكن قالوا ايه؟ ما حصلش حاجه. محدش فاكر قالوا ايه. محدش فاكر قالوا ايه. الناس فاكره ان هم الناس جم علشان لان انت ما عندكش حاجه تسال فيها. بتجيب الناس وتبقى مطيبات يعني. ما علينا، بلاش نروح لممدوح. لا والله، بس كان بيحرج ناس. انا يعني مختلف معاك شويه. لا كان بيقول اسئله محرجه ساعات وبيحرج ناس. ما هي متفق عليها كلها. كان له فضل برضه في تقديم إليسا للجمهور المصري. ده حقيقي. في الفتره بتاعت ذروتها اللي في الاول دي. طبعا دي فتره توهج إليسا. وبما اننا النهارده بنتكلم على إليسا طبعا يعني. فانا شايف انه بدايه إليسا كانت قويه جدا في مصر. والبدايه اعتمدت على فكره الديو اللي عملته مع راغب علامه بتغيب وبتروح، اللي هو كان في تاني البوماتها اللي هو اخرتها معاك. مش بدي دوب يعني. بدي دوب ما عملش نجاح إليسا في مصر. بدي دوب نجح في لبنان اكتر، في لبنان قوي. ونزل وبعدين اي ام اي خدت توزيعه في الشرق الاوسط ونزلت منه 6 طبعات. وكلمه 6 طبعات دي رقم كبير يعني، بنتكلم في مئات الالاف من المبيعات يعني. وقتها كان الدش مش منتشر قوي، اللي كان عنده ساتلايت بس هو اللي كان بالزبط. ممكن يتفرج على إليسا يعرف إليسا. وقتها ما كانش كل المصريين عندهم دش يعني. كان 98 بدي دوب نزل في اخر 98 ونجحت نجاح كبير جدا، لانه إليسا في الوقت ده كانت نغمه مختلفه، مشروع غنائي مختلف عن السائد في لبنان. بنت جميلة بتطلع بتغني أغاني أقرب للفلامينكو، كلها أغاني فلامينكو. لايلو لايلو. كان في لايلو لايلو حرفيا في الشريط يعني. بيتقال المطرب الأسباني اللي بيغني معاه كان بيقول لايلو لايلو لا. في بعض الأغاني هي كانت عاملة ألبوم بروح البدي دوب، ده كان ألبوم بروح الجيبسي تقريبا كله جيبسي. درجة أن يعني احنا واحنا بنسمعه ممكن نقول احنا اسفين يا عمرو مصطفى. احنا اسفين بس لعمر. المهم انه الحقيقة انه ما فيهوش ولا لحن لعمرو مصطفى.
هو لا هي اليسا اشتغلت مع كل الملحنين اصلا في تاريخها ما عدا عمرو مصطفى تقريبا، جان ماري و ناصر الاسعد. هنتكلم على جان ماري بشكل كبير لانه دوره المهم في تكوين شخصيه اليسا فنيا، وناصر الاسعد طبعا. اصل احنا في الحلقه اللي فاتت اللي هي قبل اللي فاتت بتاعت الغزو اللبناني، لما قلنا ان كان في ازمه ملحنين في لبنان في البوب مع اول الالفيه او اخر التسعينات، في ناس زعلوا كتير، في ناس كتير زعلوا من لبنان واتهمونا بالعنصريه او انتوا متحيزين وانتوا شوفينيين فما هو اكبر دليل انت بتتكلم يعني. وحتى لو هيقولوا البينه على من ادعى، فاحنا قدامنا تجربه انه هي ما عندهاش شغل غير معمول مع ناصر الاسعد وجان ماري. ناصر الاسعد وجان ماري وبالمناسبه في بدي دوب عملت اغنيه لحن في واحده صلاح شرنوبي بس عشان نبقى فاهمين يعني، اسمها دلولاك ولحن صلاح الشرنوبي، وكانت مفاجاه ان صلاح الشرنوبي لحن لمطربه لبنانيه جديده يعني بدأ الطريق. صلاح الشرنوبي كان بيلحن كتير لراغب علامه، ويعني كان بس بيلحن للوجوه يعني والاصوات. برافو عليك. هرجع الف وادور واقول لك برضو ايه، انه الموضوع الحان الشرنوبي محتاج اصوات، محتاج اصوات طربيه. واللي الاشكاليه اللي انا يعني انت فتحتني فيها في الاول كده عايزين نتكلم فيها بقى يعني. طب اقول لك حاجه، هو انا شايف ان العيب بتاع صوت اليسا او الديفو بتاعها هو نفسه الميزه في صوت اليسا. يعني انا مش بنكر ان انت معاك حق، هي صوتها ما هواش صوت سليم 100%، بس الديفوهات بتاعت صوتها هي اللي محليه صوتها، هي اللي مخليه صوتها شخصيه. وانا في رايي هو الموضوع كله ليه علاقه بانها في العالي بتصرخ، يعني في المناطق العاليه صوتها بيخرج بره منطقه التحكم، او اللي بيسموها التسيتشورا، او يعني انت اي صوت في الدنيا بيكون ليه رينج مثلا من مش عارف السي 4 للسي 5، ولا مش عارف ايه الدي 2 للسي 3، حاجات كده يعني، حاجه بيحسبوها بالرينج على البيانو يعني. هي صوتها مثلا ممكن يكون بيشرخ بعد السي 4 مثلا، هي الشرخ ده اللي بيحصل بيعمل زعيق او خارج الحدود، هي مفيش تحكم في الحته دي، وعندها بس مشكلة بيكون في احساس بقى. ايوه في احساس، لكن هي عندها مشكله كبيره كمان جدا في تقنيات الغنى اللي بتكتسب بالتدريب. زي الركوز، الركوز في الغنى اللي هو قفل الجمله، قفل الجمله لحنيا يعني. منهم على فكره الفيديو اللي احنا شغلناه اللي انت سمعته دي، وهي بتغني اجمل احساس، دي احلى حاجه فيها ركوز في الفيديو ده، اكتر حاجه عجبتني الركوز. لا بتهرب منها، عندها الركوز. عشان كده دايما اليسا انت لما بتغني في الاستوديو بيتم تصليح الامور دي كلها، لان بتاخد التيك اكتر من مره، وبعدين في برامج لرسم الصوت وبرامج لتعديل الصوت واوتو تيون وغيره. لكن اليسا لما بتطلع تغني لايف اغانيها هي نفسها اللي هي ما فيهاش غنى اصلا طربي، وده لايف اللي احنا سمعناه كان لايف. ايوه بس فين بص سهل جدا. طب مش ممكن يكون مثلا هو مش اختبار على فكره، ده مش غنى، ده غنى لايف على القاعد، هي على القاعد ولا فرقه ولا بتغني وانت مختار طبق. وبعدين حتى اغنيه اجمل احساس في الكون اغنيه سهله يعني، اغنيه سهله اداء يعني على مطرب او مطربه ولايقه عليها، ده اللي هنرجع نقوله. طب هي طب احنا ممكن نبص لها نظره انها استوديو ارتست مهمه، بغض النظر عن فكره الصوت في اللايف او الاداء في اللايف. يعني كام واحد من اللي بيسمعونا مثلا ممكن يهتموا ان هم يروحوا حفله لإيسا؟ قليلين جدا يعني، ليها ناس بتروح لها حفلات طبعا، لكن هي اصل الغالبيه العظمى من جمهورها طبعا هي استوديو ارتست. هي استوديو ارتست ايوه، بس وده مش عيب بس يعني. بس لما يطلع واحد زي جان ماري رياشي اللي هو موزع وملحن مهم جدا، وهو اللي عمل الايدنتيتي ومشروع اليسا واشتغل معها اول اربع البومات وكان مؤمن بيها جدا، واتكلم بعد كده لما سئل في 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 لقاء في الام تي في على انه سر الخلاف مع اليسا، فقال في سببين. السبب الاول انه اليسا ما بتتطورش كمطربه وبقت تنشز، والسبب الثاني انها قررت جان ماري. جان ماري ولا جان صليبه؟ لا جان ماري، جان ماري رياشي. اوكي يعني قال اليسا عندها مشاكل في بقى عندها مشاكل في الصوت، لان هي ما بتشتغلش على صوتها وفي نفس الوقت انه هي قررت تخرج بره الايدنتيتي اللي اتحطت لها، اللي هي كانت لو رجعت بالزمن اول اربع البومات لاليسا هما اللي كانوا الالبومات اللي انت حاسس انه لها هويه فنيه، وما كانش فيه اغاني بتكشف صوتها، كان في اختيار عن دراسه، لانه اللي بيختار فنان. المنتج التجربه بتاعت اليسا في اول اربع سنين او اول اربع البومات كان معاها جان ماري رياشي كموزع، وهو كان الاب الروحي، وجان صليبه كمنتج منفذ، وهو الرجل الذي دعمها في البدايه اكتشفها واكتشفها وقدمها بعد استوديو الفن من خلال شركه ليدو. بالمناسبه اليسا خريجه استوديو الفن 92 93، وكانت فئه غناء شعبي، وفضلت من 92 ل 98 ملهاش اعمال والبومات واغاني موجوده. اشتغلت مسرح شويه، اشتغلت مسرح شويه، كانت بتغني في المسرح، بتغني في المسرح بس. هي بقى الفكره هنا في ايه،
انه رغم انها خدت الميداليه الفضيه في استوديو الفن في 92، لكنها في مطربين تانيين كانوا بعدها ولقوا فرص اسرع وانتشروا وغنوا لايف ونزلوا السوق وعملوا البومات. فالفكره هنا انه جزء من تعطل اليسا هي محدوديه قدراتها الصوتيه، لغايه ما جان ماري قدر يوظف القدرات دي او القماشه الضيقه دي قوي في ايه؟ في مساحه اغاني وشغل هو اقرب للفلامينكو الاسباني الجيبسي والشغل ده، ولكن كتير قوي لانه بدي دوب 98 واخرتها معاك 2000 وعيشالك 2002 هما البومات اخرتها معاك 2001 اخرتها معاك 2000 و 2001 2001 اللي هو بتغيب بتروح وعيشالك 2002 فدي بس عيشالك يعتبر نقله، لان هي ابتدت تغني مصري، ابتدت تتعاون مع ملحنين مصريين. طبعا بنشوف بدانا نشوف وعالم الفن خدت الالبوم كموزع ليه يعني في الوطن العربي كمنتج طبعا. وكان المنتج المنافس جان صليب، وابتدت تسوق لها بحملات بي ار كتير في مصر. ممدوح موسى مثلا كان من ضمن الحملات، يعني قدر يعني يسوقها كويس في مصر. الاغاني بتاعتها عيشالك واجمل احساس كسروا الدنيا يعني على المحطات اللي بتذاع الاغاني، مع ظهور محطات الاغاني وعلى ما اظن او ما افتكر كان عيشالك بيتعرض على التلفزيون المصري عادي سيف امان. اجمل احساس ما كانش بيتعرض، كان وهو وبتغيب بتروح برضه، لان كان في يعني شويه مشاهد شويه قد توصف بانها حميميه فكان بتغيب بتروح، ما يعني اللي عنده بقى نايل سات هيشوف الكليب. كنا بنتفرج وقتها كان اللي عنده كمبيوتر بقى لسه جديد بقى في الفتره بدايه تعمل فايل على الهارد كده هارد اسمه كليبات. هي بتغيب بتروح وجنبها صارت سنت الألفين وجنبها حوة بتاعت مجدي خوري، كلهم مع بعض كده في فولدر واحد، فولدر بيلف على مصر كلها تقريبا. يعني في الفترة دي اللي كان اللي لسه ما دخلش عالم الساتلايت وعالم الكمبيوتر، يعني خلاص هو مش هيعرف إليسا أو مش هيعرف الأعمال الكليبات بتاعتها غير عيشالك، لأن عيشالك كان محتشم شوية. أنا في رأيي كلهم محتشمين، بس هو وقتها كان في شوية الرأي العام ومنظومة القيم كانت متشددة شوية. هي بالمناسبة كانت في برنامج شفتها في اللي هو اسمه وسيرة وانفتحت زفين ده كان في سنة 2001 تقريبا. كانوا عاملينها برضو كمين كده، فاكر الكمين بتاع جاد شويري لما كان بيعملوا عندنا، والكمين بتاع مفيد فوزي لعمرو دياب في الثمانينات برضو. كانت هي محطوطة في كمين زيه كده، وجميلها سليم سحاب بقى لا موسيقار وناقد واللي هو بقى وهي من نحاكم إليسا والزمن الفني الجميل راح وفين الأغنية والخلاعة والبرضو. بس هي بصراحة كانت بترد ردود قوية جدا، كانت بتتكلم عن انها احنا في عصر منفتحين على الغرب، بنتفرج على الأغاني في القنوات الأجنبية، بنشوف الأغنية القصيرة. موضوع العري، قالت انا عري ايه ده، انا كنت بتفرج زمان على افلام قديمة لهند رستم وليلى مراد ومش عارف ايه، كانوا بيلبسوا مايوهات وبيرقصوا بيها، اللي انا لابسها يعتبر محتشم جدا. يعني كان عندها ردود قوية وعندها ثقة في نفسها. هو ده اللي انا كنت عايزة يعني اخده منك، يعني انه إليسا من الاشياء اللي بتميزها جدا كشخصية عامة ان هي عندها ثقة في نفسها كبيرة قوي، وعندها ثقة في ردودها وما بتتهزش بسهولة. وده يمكن جزء عندها ثقل جزء من اسباب استمرارها. هو قد لا يكون ثقل فني، ثقل شخصي، ثقل شخصي، شخصيه ثقيله، شخصيه عندها شخصيه ما بتهزش بسهوله. وده جزء من متطلبات النجوميه، عشان احنا بنسال برضو هو ليه هي إليسا نجمه. هي المساله برضو مش اغاني حلوه وبس، انه هي شخصيه قويه، بيرسونا البيرسونا قويه جدا. لكن على المستوى الفني اقدر اقول انه المرحله الاولى في مشوار إليسا، الاربع البومات الاولانيين بتوع جان ماري هم اللي رسموا ملامح الهويه والشخصيه الفنيه. هو جان ماري ومعاه برضو نصر الاسعد طبعا. يعني كان في طبعاً. دول ابرز ناس وزعوا لو بنتكلم على الموزعين. يعني طبعا برضو الالبوم الثاني اللي هو واخرتها معاك مثلا برضو كلمات 11 اغنيه، كلمات الياس ناصر بس في حاجه خد بالك من حاجه، نصر الاسعد عامل اربع اغاني والملحنين موزع كله ملحنين بقى عندك جورج كرم وسردار اورتاك برضو اللي هي بتحبه قوي هي يعني أليكس بتتكلم فوكس ووزان برضو اتراك التان ستيب ما علينا. يعني واللي كان مفيش برضو اللي كان ملحنين عن الشغل ده فنيا كان جان ماري برضو، ان هو كان هو اللي بيختار على فكره، وهو اللي وبينقي الاغاني، وهو اللي بيحدد مساحات الغنى عند إليسا هنا ايه وتعمل ايه.
لغايه لما دخلت بقى عايشالك كان نقله بقى، كان نقله مصر بقى، هنا جت مصر. جت مصر وعايشالك ده البوم فيه قصص كتير جدا يعني. يعني مثلا اغنيه اجمل احساس في الكون دي، الاغنيه دي لفت على نص مطربين مصر قبل ما تروح لإليسا. والاغنيه دي ما كانش اسمها، اتكتب عليها 100 مره كلام تاني يعني، اللحن واحد، اللحن موجود بس اتكتب عليه موجود كتير. واتكتب عليه كتير يعني، هو هي كلمات والحان محمد رفاعي والحان محمد رحيم. وقيل انها لحن رفاعي رحيم ورفاعي. لكن مثلا يعني الكوبليه بتاع يا ويلي يا نار يقول لي ازاي داري شوقي ولهف، ده كلام محمد رحيم مش كلام محمد رفاعي والله. وكانت ده احلى كوبليه على فكره. وكانت مكتوبه الاول، مع احترامنا لرفاعي يعني. طبعا لا رفاعي شاعر موهوب جدا وعمل معاه مشوار يعني. كمان عمل مشوار. لكن الاغنيه مثلا يا ويلي يا نار يقول لي ازاي داري شوقي ولهفه قلبي، وكان اسمها حتى. انا ما افتكر كانت مكتوبه الاول بكلمات اسمها حرام تروح وتنساني واشوفك حتى ما تسلم، وبين شوقي وحرماني سايبني في ناري اتالم. الاغنيه كانت مكتوبه الاول اجمل احساس في الكون، احنا لحن اجمل احساس، وكانت رايحه المطربين تانيين في الوقت ده. وفي ناس كانت بتبدا طريقها في الغنى خدتها وبعدين سابوها وبعدين راحت لإليسا يعني. كان في شويه قصص كده لفت لفه حلوه، اللحن يلف والاغاني تلف. والمرحله دي تحديدا لو تفتكر وده نفس اللي حصل في حبيبي ولا على باله، واللي حصل في اغاني كتير، انه هم كملحنين في بدايه الطريق وشعراء، فكان كله بيسمع بقى عايز يعمل. وبمناسبه حبيبي ولا على باله كده، كان في اشاعه طالعه ان إليسا نفسها تعمل اغنيه شبه حبيبي ولا على باله بالظبط لعمرو دياب، وراحت حتى لرحيم قالت له انا عايز اغنيه زيها بالظبط او لحن زيها بالظبط. القصه دي حقيقيه ولا القصه دي منتشره يعني؟ حتى يقال ان حسام حبيب لما جه لحن لها عايشالك، هو كان بيلحن لها عايشالك دي انها تبقى شبه حبيبي ولا على باله. حتى لو غنيت الاغنيتين اللحنين هتلاقيهم. انت كلامك ان محمد رحيم رفض ده بياكد لي حاجه مهمه جدا، ان رحيم راجل بيفهم. ليه؟ لانه إليسا عمرها ما هتعرف تغني اغنيه طربيه شرقيه. يعني حبيبي على باله تبان انها اغنيه سهله، لكن هي اغنيه فيها غنى وما هي بتغنيها ايه؟ ما هي بتغنيها لسه، ليها فيديو شهير بتغني ولا على باله. ما هو ممكن تغنيها وهي قاعده على الكرسي جنب ممدوح موسى او او امجد جمال او مصطفى حمدي، وهتقول ايه حبيبي، هتغنيها عادي يعني. لكن تعالي بقى خشي حطيها في الاستوديو على مزيكا على تيك صوت على لا يعني. وبعدين ما هو ممكن انا اغنيها كمطربه وما تبقاش حلوه. انا مش هتتغير وجهه نظري، بس هي كانت بتحب الاغنيه دي. إليسا بتحب الاغنيه دي. إليسا حتى مش هتنفع تغني اغاني طربيه. يعني دي وجهه نظري. ولما جت بعد سنين عملت لولا الملامه، وعملت كانت الاغنيه الثانيه اول مره تحبي قلبي كانت غلطه كبيره جدا في مسيرتها الفنيه انها تعمل ده. لانه انت مش بتاعت الحته دي، انت غني اغاني فيها احساس روك لاتين، الحاجات اللي هي ماشيه مع مساحه الصوت، وانت عظيمه فيها يعني، جميله وبتغني حلو والناس مبسوطه وكل حاجه. لكن فكره انه ربنا اداك القدرات دي في صوتك، فانت مش هتقدري تلعبي اكتر من كده. فعيشالك كالبوم، انا مثلا الالبوم ده عيشالك دي كانت اغنيه حلوه جدا. اجمل احساس كانت اغنيه حلوه. في بقى اغنيه انا بحبها قوي، شغلني وشغل بالي، دي كلمات رفاعي. شو الحال كانت واخدها من تركان. فهي برضو دايما عندها كوزو. كل البوم كده في البدايات كان بتاخد حاجات تركي. بعد كده هم اللي هيبداوا ياخدوا منها بقى، بعد من اول بستناك هيبدا الاتراك هم اللي ياخدوا منها. ليه بقى؟ تامر علي. ليه بقى؟ عشان هاي الحان تامر علي، عشان الحان مصريين واحنا عنصريين. مصطفى صندل خد بستناك. انا بس عشان الناس بتتهم ان احنا عنصريين. لا، هي اتاخد منها زي ما انت بتقول في تركيا، عشان هي اشتغلت مع ملحنين مصريين. والملحنين المصريين تقال شئنا ام ابينا. طب ما دي حقائق. ايه العنصريه في كده؟ وعملوا الحان مميزه. فالالحان دي كان الاتراك والاسرائيليين وغيره 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 واليونانيين بيروحوا ياخدوا منها الالحان دي او يقلدوها او ينحتوها. فاهم الفكره؟ ايوه. مصطفى صندل خد بستناك بالظبط في تركيا. فيعني وده اللي هينقلنا فاركت ميز. ده اللي هينقلنا اصلا للالبوم النقله الثالثه او النقله الرابعه الاميز، اللي هو احلى دنيا 2004. ده من احلى نحله البوماتها. ده من احلى البوماتها. وانا شايف انه لم يكن الاحلى يعني، هو في رايي لسه حصل على حاله نضج كده في ثلاث البومات، اللي هم احلى دنيا 2004، بستناك 2006، وايامي بيك 2007. الثلاث البومات دول انا ممكن ازود صاحبه رايي 2020 بس هنجيله. يعني ده رايي يعني. فالثلاث البومات دول تحديدا انا شايف ان هم، اذا كان الالبومات اللي قبل كده صنعت الايدنتيتي بتاعت إليسا،
دول اللي صنعوا نجوميه اليسا، هم اللي عملوا بقى الايه الليجسي بتاعت اليسا طبعا، لانه كان فيهم كم من الاغاني الحلوه. وساعتها هي كانت اليسا برضو محافظه على فكره انها بتعمل اغاني لبناني جوه الالبومات. لا طبعا هي ما بطلتش، اللي كان بينور الاغاني المصري اللي معموله حلو طبعا تامر علي لما اشتغلت معاه. تامر علي عمل لها شغل جامد جدا 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 يعني. استناك يعني احلى دنيا ده في 2004 وريت ارجع للشوق اول مره رفاعي. رفاعي وهي راحت تغني شرقي هنا. بس بقى الذكاء في ايه؟ انه ارجع للشوق لما غنتها هي اغنيه شرقيه لكنها مش صعبه الاداء. ارجع لا هي نهاد نجار، انا اسف، هي نهاد نجار، نهاد نجار مش رفاعي. احلى دنيا لرفاعي، احلى دنيا رفاعي. والالبوم ده عملت جوايا ليك، اغنيه جوايا ليك احساس بيكتر بيكبر كل يوم، جوايا ليك احساس بيكبر كل يوم. وفي اغنيه محمد رفاعي سوا، محمد رفاعي جوايا ليك، وده يعتبر من افضل البوماتها. يعني انت بتتكلم في البوم كان 11 اغنيه مثلا، في 8 اغاني او 5 6 اغاني. خلينا اعيش شريف تاج، خلينا اعيش شريف تاج، شريف تاج مهم جدا طبعا، عملت معاه شغل مهم قوي. وهنا بقى بدات لا بس الاغنيه الاهم في الالبوم ده انا اسف يعني هي اغنيه لبنانيه مع احترامي، يا حبك وجع، حبك وجع طبعا سمير سفير ونزار فرانسيس من الاغاني. نزار ما خلي بالك برضه هنرجع نقول انه هم دويتو، كانوا دويتو سمير سفير ونزار فرانسيس والياس النصر، ثلاث اسامي هم اللي كانوا اهم في لبنان. فانت بتتكلم انه على مستوى الشعر وعلى مستوى التلحين انت كان عندك ثلاث اسامي هم اللي بارزين في لبنان وقتها. هو سمير سفير عمل لها ثلاث اغاني بس في مشوارها، يعني فهم منهم حبك وجع، انا شايف انها احلى اغنيه في الالبوم يعني حبك وجع. طب ما تقول لي كده ثلاث اغاني اللي انت بتحبهم يا مصطفى في الالبوم. ارجع للشوق، وجوايا ليك، اوكي، ولو نرجع سوا. نرجع لو نرجع سوا دي اللي اتعملت لبيبسي تقريبا في لا لو نرجع كان لو نرجع سوا وقرب لي وتعالى، وقرب لي وتعالى، عملت اعلانين. بمناسبه فكره انها تكون هي نجمه بيبسي دي كان حوار يعني، كان حاجه جامده يعني. دي نقطه مهمه بقى، كان نقول الزغبي قبلها دي نقطه مهمه لانه اليسا مع تاني البوم ليها إدارة أعمالها اشتغلت على صناعة الأسطورة وصناعة الليجسي بتاعتها من خلال الدعاية. بمعنى أنه إليسا مضت عقد دعاية وإعلان، عقد إعلانات مع هيد أند شولدرز بدري جدا بعد ألبومين. ما فيش حد بيعمل دلوقتي بقت سهلة يعني، اللي بيعمل أغنية بتفرقع بيروح يمضي إعلانات مع أي شركة، فاهمني؟ لكن إنها كان وقتها فكرة أن المطربين اللي بيعملوا إعلانات كانت الموضوع محدود قوي. فهي بعد ألبوم وآخرتها معاك مضت عقد مع هيد أند شولدرز. وبعد كده لما جت بقى في أحلى دنيا في 2004 بيبسي كان ساعتها مش أي حد بيعمل، كانت واجهة كبيرة جدا، واجهة كبيرة جدا لبيبسي. كان نوال الزغبي قبلها، كان نوال الزغبي قبلها، وطبعا كان عمرو دياب هو يعني عمرو دياب فور ايفر تقريبا من يعني 2001 لحد النهارده. توقفات في النص طويلة يعني، لكن لكن في النهاية كان هو الاختيار الأهم بالنسبة له. فإنه إن هي النقلة اللي حصلت على مستوى صناعة الأسطورة دعائيا بقى وإعلانيا وكده. ودي نقطة مهمة على فكرة في مشوار إليسا، بمعنى إنه أنا أرى إن إليسا من المطربات اللي عندهم ذكاء تسويقي، حتى لو ما فيش وراها آلة يعني، ما فيش وراها واحد زي جيجي لامارا مع نانسي عجرم، بس هي دايما بتعرف تدير، هي لوحدها دماغ. وبعدين تتابعها، تابعها على تويتر مثلا، ست عندها دماغ يعني، وقادره ذكيه ومثقفه وقادره تدير وتاجره شاطره يعني، عارف انت، قادره تدير موهبتها وحاطه نفسها في منطقه حتى لو كانت قد تبدو الاقل موهبه حوالين اصوات تانية كتير ما عرفوش يحققوا اللي اليسا عملته على مستوى النجاح والشهره صوتها يعني، مثلا قيمتها السوقيه نجوى كرم مثلا اللي هي صوت الجبل، صوت الجبل بس هي الجبل نفسه تاني بس تقارن يعني نجاح نجوى كرم بنجاح اليسا مفيش مقارنه اصلا، مفيش مقارنه يعني. نجوى كرم دي فنانه محليه، مع احترامي برضه عشان هيخش يقول لنا انتوا، فواحده ممكن نقول ان صوتها مش اعظم حاجه، بس قدرت بذكائها، شخصيتها، اختياراتها طبعا، ذوقها طبعا، ذوق يعني، عندها ذوق. انا شايف انها من الفنانه مزوقه، قلت لك مره حتى في حلقه حمائي ان هي مفيش غير حمائي واليسا اللي بحس ان هم ذوقهم بيغلب امكانياتهم. انا عايز اعرف بقى ايه الثلاث اغاني اللي انت بتحبهم في الالبوم ده. فاحلى دنيا، احلى دنيا طبعا، افضل ثلاثة، حبك وجع بعده معي، دي طبعا اهم اغنيه، وكان نفسي اعرف قد ايه حبتني، وجوايا ليك. في نقطه بقى مهمه، كان نفسي اعرف دي كانت مع عمرو دياب صح؟ كان نفسي اعرف، كانت مع عمرو دياب وغناها في حفله، ما عنديش معلومه. كان نفسي اعرف قد ايه حبتني، عمرو دياب غناها في حفله، كان رفاعي مديها له وبعد كده هو اتنازل عنها،
يعني قال مش هيغيرها، هي راحت لإليسا بعد كده، بس هي في نسخة بصوت عمرو دياب في حفلة يعني. كان نفسي أعرف. وفي نقطة مهمة يعني هنتكلم فيها انه بس في حاجة عايز اقولها برضو قبل ما نختم، بمناسبة ان قلت كان نفسي اعرف وحبك وجع وجوايا ليك التلاتة ومعاهم برضو احلى دنيا. الدخلة الموسيقية بتاعتهم لا كل احلى دنيا في عمري، لا مش كل يوم في عمري، احلى دنيا احلى دنيا. الدخلة الموسيقية بتاعتهم اما بسمعها بحس ان مش عارف هتقول ايه فيهم يعني. ممكن تبدا دخلة موسيقية وتقول مثلا حبك وجع، بعد ممكن لا ممكن برضو تقول جوايا ليك، بحس ان هم انترتشينجبل، عارف المصطلح ده اللي هو يعني، يعني مش مميزين في كل اغنيه، هم ممكن اي اغنيه تمشي انها تبدا بالدخله دي بالظبط. مش عارف فاهمني ولا لا يعني، مش عارف فاهمك وصلت اللي هو الدخله مش مرتبطه قوي بالاغنيه. وخلي بالك نقطه برضو مهمه، هو عشان دايما هو جان ماري رياشي هو اللي موزع كل الالبوم. وجان ماري هو محير بصراحه. ليه؟ جان ماري ما بيعملش عظمه في التوزيع الموسيقي يعني، معنى انه ما بيدخلكش اشكال موسيقيه جديده ويركبها على الحان شرقي، لا هو الراجل عنده تيمه واحده وعنده هويه كلاسيكيه بس اول ما تسمعها تعرف انها بتاعه جان ماري مش حد تاني يعني. بس هو فعلا ما بيعملش خارق يعني، ما توزيعاته مش شيء يعني ما فيش شيء. هو اصواته على فكره جان ماري قعد اصواته واحده 10 سنين كامله يعني. هو ميزته ان هو بيعمل هارموني حلو قوي. بيعمل صولوهات كويسه اغاني فيها نعومه كده لكن بالزبط. مش ده اللي بيبهرك موسيقيا بالظبط. وده على فكره مش معنى ان هو مش بيبهرك موسيقيا ان هو موزع ضعيف خالص. لا لا لا. هو موزع جامد جدا بس حتته مش ان هو يصدمك، عارف هاني يعقوب يصدمك فهد مش الناس مش تميم. تميم بالنسبه تميم وفهد مش مصريين عشان هيقول لك انتوا عنصريين. تميم فلسطيني وفهد كويتي عشان بس دول بيصدموك فعلا يعني. بيعملوا في مصر طارق مدكور طبعا يعني، طبعا يعني اتكلم طبعا الناس اللي كانت بتعمل الجيل بتاعه يعني. صدمات موسيقيه تبقى علامات بارزه. بس هي الفكره بقى في ايه، انه الالبوم ده كمان كان اول بدايه تعاون ليها مع روتانا واللي هي الحقبه الاهم في مشوار اليسا، ان هي قعدت تعاونت مع روتانا عمر حتى الان لما حصل برضو خلاف لفتره كده وقطعوا مع بعض وكان في خلافات على حقوق الديجيتال رايتس وغيره بس رجعت تاني اشتغلت مع، وكانه يعني روتانا هي بيت اليسا الذي لا تغادره ابدا يعني لحد العقد يعني. وبالمناسبه هي كانت اول مطربه تحقق مبيعات عاليه جدا مع روتانا في البوم بستناك دي تاريخيا، انه اليسا اعلى مطربه حققت مبيعات في تاريخ شركه روتانا كمطربه ست. وزعت 6 مليون نسخه على مستوى الوطن العربي في البوم بستناك اللي هو الالبوم اللي هو نزل خد ميوزك اوورد بعد كده خد ميوزك اوورد. انه لحد الان شركه روتانا تعترف انه اليسا هي المطربه الانثى الوحيده اللي حققت الرقم ده من المبيعات في تاريخ الشركه. والرقم ده فاكر حلقه تامر حسني لما كنا بنتكلم فكره الارقام. مشكله الارقام ايه بقى؟ ان انت ممكن تعلن ارقام او اي حد يعلن ارقام عنك بس انا في ارض الواقع ما احسش بيها، مش ملموسه بالظبط. نجاحات ارقام اليسا انا كنت لامسها يعني، انا كنت في الوقت ده اعتقد انها كانت ناجحه فعلا يعني. تنزل الشوارع تسمع اليسا، تروح كافيهات تسمع اليسا، تخش مولات اسواق والشركه محلات. ولما شركه الانتاج نفسها اصل خلي بالك اصل سرديه النجاح متوافقه مع ارض الواقع. ارض الواقع لانه برضه في نقطه مهمه، ان روتانا عندها كذا مطربه غير اليسا، فاشمعنى هتختار دي وتقول ان هي يعني لو هي عايزه تجاملها يعني لو عايزه تفبرك تقارير يعني. هتقول الشركه كان طبعا احنا كنا زعيتها في وقت السي دي، ف انت عندك وسيط مادي بيتباع وبيطبع، فلما الشركه بتجي لها ارقام وايرادات المبيعات طول الوقت، فاكتشفوا انه اليسا وصلت مبيعاتها في الوطن العربي ل 6 مليون نسخه. فرقم كبير جدا. فكان لازم هم ساعتها يعلنوا. وبالمناسبه هي خدت الورلد ميوزك اوورد في السنه دي على الالبوم ده. يعني كان اول الورلد ميوزك اوورد ليها يعني. لا بتهيألي خدت في احلى احلى دنيا، أحلى دنيا. كل يوم في عمري غنتها في المسرح بتاع موناكو ده، وخدتها في بستناك برضو الذاكره بعد، وخدتها مره كمان في تصدق بمين تقريبا، هي واخده ثلاثه ميوزك اوورد. ثلاثه ميوزك اوورد وده رقم قياسي لاي مطربه ست في الشرق الاوسط. مفيش اي مطربه ست عملت ثلاثه. نانسي خدت مره وسميره مره ولطيفه مره. في حد تاني؟ لا ما اظنش. عمرو دياب سبع مرات، عمرو دياب ست مرات، سبعه ممكن. والشاب خالد مره، الشاب خالد مرتين مرتين اول مره في تدي وتاني مره في عايشه تقريبا حاجه كده.
في حد تاني مميز خد جسمي تقريبا اداله في مره بس كانت مره يعني خلاص كانت الجائزه اصلا وقعت كانت يعني. الجائزه بقى بقت ايه لمت بقى دخلت في سكه مشكلني حبك يا روح الروح انت فاهم يعني بستناك 2006 هنا بقى ابتدت انها اولا مفيش جان ماري بس في بقى تميم هادي شراره اشتغل معاها لا هادي شراره اشتغل في الاواخر بقى في الاواخر اصعد واحد سوري اللي هو كان صاحبه راي كان هو موزع صاحبه راي وهنا بقى البوم بستناك ده كان فيه تغيير موسيقي حقيقي طبعا هنا كان فيه بقى دم جديد هنا في عملت ما تخافش مني ما تخافش مني انا اللي زي تخاف عليه وحكايتي معاك ولو تعرفوه الاغنيه لو تعرفوه مهمه جدا انا بتوقف على الاغنيه دي هاني سيبليني موزع الدخله بتاعتها تحفه الناي مع وهاني سيبليني ده مش واخد حقه على فكره كلوتشا شلهوب كلوتشا شلهوب ده بقى اللي بيعمل لها كل الوتريات في شغلها من اول ما بدات تقريبا لحد البوم تصدق بمين تقريبا الراجل ده مهم ده هاني فرحات بتاع لبنان يعني. فبرضه من الناس اللي مهضور حقها تماما يعني الكريدت دايما بيروح للموزعين يعني انت بتتكلم هنا هاني سيبليني الموزع لكن اللي عامل الوتريات اللي عامل الشغل الفظيع ده التوزيع الاوركسترالي وموزع الوتريات ده دوره مهم جدا اكتر احيانا قد يتساوى مع دور الموزع الموسيقي بالظبط لان هو الراجل اصلا عنده ادوات مختلفه عن الموزع في موزعين اصلا ما بيبقوش دارسين مزيكا هو بيعرف يحط البيت والبيز ويبني الشغل الالكترونيك كله ما يعرفش حتى يعمل الكوردات انما الراجل اللي هو موزع الوتريات ده لازم يبقى دارس وبيقرا نوتة وبيكتب نوتة يكتب نوتة قصة كبيرة ده المهم ده المهم فده انا بحب دايما اذكر موزع الوتريات ده في بعض الاغاني عشان زي حلقة علم قلبي لو تفتكر طبعا وحلقة رامي صبري في اغاني كده لازم تذكر مين موزع الوتريات لان الاغنية من غير الوتريات ما توزيع تفقد نص قوتها بالظبط فلو تعرفوه من الاغاني المهمه جدا لان الدخله بتاعتها الناي بالوتريات حاجه فكروا ازاي وازاي طب بالمناسبه بقى بالمناسبه لو تعرفوه لو يوم تقابلكم اسالوه ليه الايام عارف انت الوسيط برضه في حد بيتكلم زي تامر عاشور ليه بقى انا عرفت بقى ان الفيروس ده دخل منين من نادر عبد الله نادر عبد الله هو اللي جاب العدوى دي هو اللي بدا دشن الحركه الشاعر اللي اسس لمدرسه بلغوهم قولوا لهم زي كل مره لو جت سالت عليا عارفين هتقولوا ايه قولوا لها لما يجي هنسلمك عليه وخلي بالك المدرسه دي كلموها عني برضو نادر عبد الله المدرسه دي كانت موجوده زمان يعني ما هيش حسين السيد كان موجوده ومرسي جمال عزيز كل الناس دي كانوا عملوا الوسيط بلغوه لما تشوفوه موجوده فهي نادر عبد الله قعد احيائها بس قعد احيائها بطريقه لطيفه وحلوه يعني لا نادر عبد الله شعر تقيل جدا وهو جالك بقى مع اليسا عمل لها حوالي 30 اغنيه احكي لي بقى لا 30 اغنيه منهم لو تعرفوه مثلا في الالبوم ده لو بتتكلم عن لو تعرفوه بتتكلم عن حكايتي معاك في تامر عاشور الحان ونادر عبد الله كلمات لو بصيت قدامك نادر عبد الله ما تخافش مني انا اللي زي تخاف عليه انا اللي زي مره في العمر تلاقيه برضو نادر عبد الله بعيش على حسك والميزه في نادر عبد الله حاجه ان هو مش بس مع اليسا هو مع اليسا ومع انغام ومع شيرين هو مميز الستات يعني لديه القدره على التعبير عن المراه بالزبط. كلمته بتلمس المرأة بشكل كبير يعني جدا ما تخافش مني انا اللي زي تخاف عليه انا اللي زي مرة في العمر تلاقي يعني بص كلام تبقى حاطة السكينة ورا ظهرها بس الفكرة ان هي فعلا حركات البنات اللي هما ايه تخافش مني انا اللي زي تخاف عليه وهي مبهدلاه يعني بس الميزة ان في اغانيه ان هو فعلا ما ينفعش تقلب الضماير عارف وتباع لعمرو دياب تاني لا في شعراء اللي هو اغانيهم ممكن تعيد توليفها وتباع للذكر راجل وست يغنوها عادي لكن دي اغاني نسائيه بحته بالمشاعر وفيما بعد لما هيخش على خط بهاي دي محمد هيعرف برضو يظبط الحته دي مع اليسا قوي هنجيله طبعا بس هو لسه ما دخلش على الخط بس نادر عبد الله عمل لها 30 اغنيه وروائع يعني مميز جدا نادر عبد الله مع اليسا عمل معاها حاجات كتير جدا مهمه وبعدين في انا شايف انه في اتنين مصريين كان ليهم بصمه مميزه جدا في مشوار اليسا نادر عبد الله ومحمد رفاعي لانه برضو لا ننكر ان محمد رفاعي في المرحله اول ما اليسا حطت رجلها في مصر حطتها من خلال محمد رفاعي وانه عمل لها شغل قربها من الجمهور المصري فهي دي الفكره انه هي في شخصين مؤثرين جدا في مشوار اليسا تعال نقول بقى غني نادر عبد الله خد بالك عليا دي مش معامله تعاملني بيها برضه حاجه نسائيه جدا يعني مفيش ذكر هيقول يعني فاهم قصدي مش هنعرف نشقلب الضماير ونبيع على المطرب راجل خد بالك عليا دي اغنيه الفيرجن الاولى من اتقي ربنا فيا بزياده حس بيا حكايتي معاك حاله حب تصدق بمين
بعيش على حسك برغم الظروف، ايامي بيك اللي هي وانا اقدر احب من تاني، اواخر الشتاء، كنا في اواخر الشتاء قبل دي اللي فات، الاغنيه دي انا والناس في عرض الباقي، وانا كنت الاغنيه دي باخد انا بموت بعضي فيها اواخر الشتاء دي. فبص نادر ده لسه، ده لسه عامل لها يا عالم يا حبيبي، بكره يا حبيبي خبلنا ايه، ولا بعد سنين هيلف ويرجع لي، برضو دي حاجه نسائيه يعني. هخاف من ايه؟ نفسي اقول له من غير مناسبه وبمناسبه، عارف انت الاغنيه برضو من عينيا دي مكتوبه ليك، مصدومه بجد ومش بنطق ولا عارفه عارفه ارد مصدومه دي اغنيه مهمه جدا جدا وحلوه جدا. نادر عبد الله برضو متفائله، دي تامر عاشور ونادر عبد الله، ما تخافش مني انا ازاي تخاف يعني، معاش ولا كان، ما تعرفش ليه، ما تعرفش ليه، دي برضو نسائيه جدا واغنيه مهمه برضو رومانسيه لو تعرفوه. لو تعرفوه دي الحان نادر نور برضو، على لازم نادر نور نشر طبعا، وتوزيعها عيشه نسيبني. والسلام عظيمه، رحت له قد الايام لسه فيها كلام، لو بصيت قدامك زي ما قلنا يعني برضو، بس لو تعرفوه هي اهم اغنيه في الالبوم ده في رايي، ده وهي اول جدا اغنيه طبعا نزلت على طبعا الراديو، على الراديوهات وقتها يعني، نجوم اف ام، كانت واللي دعايه. كانت انا نجوم اف ام عايز اقول لك برضو نجوم اف ام ارتبطت معانا ارتباطات شرطيه بفنانين كتير، لانه في الفتره دي كان اول مكان او اول اذاعه، او هي الوحيده تقريبا كانش في وقتها، منصه غيرها على الاذاعه، او فكان مصاحبانا في كل حته في مصاحبنا في كل العربيات حته. في صح. ف انا كنت بذاكر عليها نجوم اف ام، مش طيب عارف فكره يعني ان انت تذاكر على نجوم اف ام دي كانت موضه كانت وقتها، موضه. وازاي بتذاكر اصلا وانت سامع سامع الراديو الاغاني. وكده. بس طب كان في مواد معينه الماث مثلا ممكن تذاكره على، فيعني انا كنت فعلا متعلق بنجوم اف ام، والالبوم ده فعلا نجح، مستناك البوم مهم. انت بتتكلم في برضو تامر عاشور، برضو ده بدايه شغلها مع تامر عاشور، سمير صفير عمل لها اطلب تمنى، اللي هو اتمنى تنهيني شنوني بتصير بلمح البصر، دي تانية اغنيه لسمير صفير معاها، وحلوة اغنيه حلوه برضو مع نزار فرانسيس. فمروان خوري عمل لها ذنبي انا، وعمل لها ودي كانت كرمالك، بداية التعاون مع مروان خوري اعتقد. دي اول مره يتعاونوا مع بعض، كرمالك ومروان خوري. الميزه بقى ان هو كلماته والحان مع بعض، يعني لما بيعمل كلمات ما بيلحنها هو. وتامر علي كان بقى اول برضه تعاون معاه، وتامر علي هيبدا مشوار معاها مهم جدا، بستناك، بستناك هنا في الالبوم اللي جاي برضه هيكون فيه اواخر الشتاء تقريبا. طب انت قول لي اهم 3 اغاني ليك في الالبوم ده قبل ما ننتقل اهم يعني. 3 اغاني بالنسبه لي في بستناك، ماشي، لو تعرفوه، اوكي وما تخافش مني، تمام، واواخر الشتاء، لا سوري، اواخر بعد الشتاء مش في ايامي، بعيش على حسك، اوكي. طيب انا هاخد فاتت سنين، وفاتت سنين، فاتت سنين، فاتت فاتتني. سنين تامر علي، بعيش على حسك، جميلة برضو لو تعرفوا. ولو تعرفوا ماشي، فاتت سنين وانا وانا بسمعك بسمعك ولا ولا عمري عمري ما فكرت اخدعك، اخدعك، والله انا انا قلبي قلبي جنت جنت عليك. عليك. تيرا عظمة تامر لا. علي بقى، طبعا تامر طبعا علي جامد. جامد جدا. نيجي بعد كده ايامي لايامي بيك، بيك ايامي بيك 2007 هنا صح؟ 2007، وده متهيألي ده خد ميوزك اوورد. ونزل في اعتقد في ديسمبر 2007، اعتقد 18 ديسمبر 2007. وانا فاكر الالبوم ده نزل وقت شتاء، وانا كنت بيبقى عندي شغل بخلصه متاخر جدا في البرد اللي احنا كنا فيه، كان وأواخر شتاء. أواخر الشتاء. فكنت الاغنيه دي بتبقى شغاله بقى وانا في الطريق وكده، انا كنت بحب صورة شعرية رائعة يعني، جدا نادر عبد جدا. الله كتب يعني، يعني ده فعلا شعر بقى، ولحن تامر مش علي. كلمات أغاني، مش ليركس، ده شعر. كنا في وبص أواخر بقى هنا، الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا. شطارة تامر علي كملحن، انه خلى اليسا تغني في الاغنيه دي وما تحسش باي ديفوهات او صعوبه في انه في اللحن. فلحن مش سهل، بس في نفس الوقت انا كنت باخد الحته دي عاليه، دي اعلى حته في الاغنيه، فهم قدروا يعني يتفادوا اي صريخ بان هم اصلا بداوا على هادي بالظبط. في اواخر الشتاء، فلما هتيجي تطلع مش تطلع قوي لان هي اصلا باديه من الهادي، فدي برضو شغل بالظبط، موزع تميم. شغل موزع وشغل ملحن يعني. مثلا تعالى نسترجع مع بعض تميم كده، برضو، تميم تميم. بدا الاغنيه بصوت المطر، شغل ساوند افكتس الاول، وقد ايه مهم انك برضو تبدا. كلود شالهوب عامل الـ عامل الـ بالمناسبه لا كلود اسف، شالهوب موزع، هو هنا تميم هو اللي عامل وكلود الوتريات. شالهوب موزع اغنيه في الالبوم ده اللي هي سهر عيني، هو اللي موزعها، وفي معاها اسامي موزعين في الالبوم ده. يعني مثلا انا بستغرب عليه داني الحلو، في طارق مدكور عامل لو ما طارق تيجي، مدكور عامل لو لو ما هتيجي، تيجي يمكن بتهيألي الاغنيه الوحيده اللي اشتغلها طارق دي مدكور الاغنيه الوحيده واليسا. معاه. وفي بقى مفاجاه هنا بقى في الالبوم ده، انا بستغرب عليه، دي كلمات محمد رفاعي ولحن ايمن محاسب، وايمن محاسب ده قصه.
انا بحسب ده عضو برلمان دلوقتي عن حزب الوفد، اوكي وهو راجل كان فتح في الفتره دي شركه دعايه واعلان وعمل جورنال، وهو اللي جاب لعمرو دياب الحمله بتاعت ميه حياه لو تفتكر، ايام ما سبب شيء. وكان عنده لطش كده فن وبصاحب الفنانين، اه فكان مفاجاه ان هو يعني غالبا هو عمل اللحن ده لوحده في حياته يعني مع محمد رفاعي يعني. بس الالبوم ده كان جامد، اه طبعا الالبوم ده ايامي بيه كان الالبومات اللي جامده، ما بقول لك ده الثلاثيه اللي صنعت الليجسي بتاعت وابتدت بقى لسه اليسا. تعمل بقى استايلات غير الجو بتاع الكلاسيك بتاع جان ماري، جان ماري يعني عامله بالظبط. اغنيه مثلا دي هاوس اللي هي ايامي بيك، اه شغل دانس اه وهاوس. وطبعا اه وخلي بالك هي دخلت برضو في بعد الالبوم ده وفي الالبوم ده عملت حاجات هاوس والكتريك كتير، ولو اني مع تميم دايما كان مع تميم. ما كنتش بحس انها لايقه عليها ايوه يعني، ما كنتش مستصيغها، لكن انا بحب صوت اليسا بحسه اليق مع الاشكال الموسيقيه الاخرى غير القوالب التانية غير الاوروبيه الهاوس الكلاسيكيه. الكلاسيكيه اكتر، وفي نفس الوقت يعني مثلا ممكن تشتغل على بوب ولاتين بوب وروك، طبعا روك اكتر الكلاسيك روك هو اكتر حاجه لايقه على على غناها. يعني ما فاتت سنين وانا بسمع، دي كلاسيك روك، في حاجات كتير بتعملها كلاسيك روك عندها، فده او سوفت روك، فده بيبقى حلو على صوت اليسا ورايق، لانه يعني انا بحس ان صوت اليسا من الاصوات الدافيه يعني، صوت حساس وفي دفء بغض النظر عن المشاكل التقنيه اللي كنا بنتكلم فيها، مشاكل أدائية. ادائيه مش تقنيه صح، مشاكل الادائيه، هنتكلم لا هي خامة الصوت نفسها، أنا بحب خامة صوتها جدا. الخامة هو الخامة التوظيف بقى صح ازاي؟ هو دي الفكرة، انه طب موزع، مهندس صوت كويس، ملحن، تسجيل، ملحن ملحن طبعا طبعا بيبقى يعرف. فاهم. برضو في نقطة مهمة في الأمانة في تعامل الملحن يعني، في ملحنين مثلا يقول لك الأغنية دي مش هتليق عليك يعني، حتى لو هو هياخد فيها رقم كويس يعني، وبالنسبة على فكرة بالدولار اللبنانيين بقى يعني. كانوا بيدفعوا بالدولار، فلما تلاقي ملحن يقول لمطربة أو مطرب لا دي مش هتليق عليك، مش هتبقى مناسبة لصوتك، ففي هنا أمانة في الموضوع. لكن إليسا اتورطت بعد كده إن في ملحنين ادوها أغاني مش لايقة على صوتها، وبان الضعف بتاع صوتها، بس هو فكرة إنه أنا عايز أشتغل مع إليسا كنجمة وأدي لها أغنية، ففي الآخر الطرفين خسرانين يعني. فكرة برضو مروان خوري هنا بتمون عامل بتمون، هو مروان خوري دايما كاف كل ألبوم موجود له أغنية كلماته بتمون، دي اتخانقوا بعد كده خناقة كبيرة أغنية لطيفة بتمون دي. وبتمون دي مصر كلها كانت قاعدة يعني إيه بتمون؟ يعني ايه بتمون يعني، يعني إيه بتمون؟ والناس وإفيهات بقى بتطلع وحاجات، بس انا نفسي مش عارف يعني ايه بتمون لغاية دلوقتي يعني. اديك عرفت برضو شريف تاج، واديك عرفت شريف تاج، شريف تاج رجع تاني، مش كتير مش عليك كتير عليك تامر امير عاشور. طيمة وتامر علي، اديك عرفت مهاد جودة وشريف تاج، على حبك احمد ماضي وناصر اسعد، ناصر الاسعد رجع تاني هنا برضو ناصر اشتغل. اسعد اه هي كانت بترجع ل بس لو هنتكلم كمزيكا، اللي بدأ يبرز اكتر تميم دلوقتي في اه الفترة دي، تميم بدأ يبرز. طبعا كلوتش الهوب لسه مكمل، ناصر الاسعد لسه مكمل، برضو خالد سبليني، هاني سبليني طبعا مكمل، لكن الاسم اللي هو عمل دم جديد او عمل حاجة مختلفة هو تميم. يعني تميم عمل شوية، عمل لها نيو لوك، خلاها تغني شبه البوب اللي كان متاح في وقتها في السوق اللي بيغنيه اه عمرو دياب وحماقي وتامر وغيرهم. ده تميم، ده دي بصمة تميم يعني. طب انت لو تختار 3 اغاني من الالبوم ده تقول ايه؟ والله اواخر الشتاء طبعا، اساسي اواخر الشتاء، نادر عبد الله، اواخر تامر علي، الشتاء نادر تميم، عبد الله، مش تامر علي تميم. اغنية انا بستغرب عليا، لا مش انا بستغرب عليا، خد بالك عليا، خد بالك عليا، نادر عبد الله، وليد سعد، وايه كمان، ده كان اول تعامل مع وليد سعد. واديك عرفت تقريبا، اديك عرفت ممكن اوكي انت تختار ايه. انا هاخد اواخر الشتاء، وهاخد ايامي بيك، انا بحب ايامي بيك ايام دي رغم انها هاوس بس انا عجبتني يعني، وخد بالك عليا. خد بالك عليا. اوكي نيجي الالبوم تصدق سنة بمين؟ 2009 تصدق بمين، والالبوم ده تحديدا بقى ولا انا بيعجبني البوستر بتاع الالبوم ده، اللي هو شغل الجوثيك القوطي، القلعه اللي هي بتجري بالفستان كده نازله على السلم، والجو القوطي الرعب ده اللي هو، بس هي في النهايه برضو الوان ولنفسك. رومانتيك و عجبني البوستر، حسيته مختلف وقتها. والالبوم ده روتانا اعلنت انه باع 750 الف نسخه في اول اسبوع، فبرضه ردا رقم على رقم كبير. كبير، لانه برضه وعاده روتانا ما بتعلنش عن المبيعات الا لما تحس ان في طفره حصلت في مبيعات البوم معين يعني. ف
وده كان رقم كبير. وانا شايف انه بص حتى 2009 دي كانت مرحله توهج اليسا، يعني كانت مرحله من توهجها بشكل كبير جدا جدا. والالبوم ايوه على فكره مصدومه مثلا في الالبوم ده طب في 2009 مصدومه دي كانت اغنيه يعني عابره للقارة، يعني كانت ناجحه جدا جدا. سايبرات فاكر السايبرات ومقسوم مصري، مقسوم مصري وكلام برضو حرش شويه، نادر عبد الله ولحن وليد سعد، وليد سعد ونادر عبد الله. مصدومه بجد ومش بنطق ولا عارف ارد، مصدومه بجد عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد. بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه، وفي تنوع في ماليش الالحان في حياته، يعني في اكتر من جمله لحنيه موجوده في الاغنيه يعني. فانا شايف انها احلى اغنيه في الالبوم اصلا. في تعالى نراجع مع بعض اغاني الالبوم اصلا كده، تصدق بمين نادر عبد الله وليد سعد كات هاوس، بس تصدق بمين هاوس والحان وليد سعد. وليد سعد ده ثاني تعاون ليه تقريبا، نادر عبد الله كلمات، بس فيها حته حلوه قوي تصدق بمين دي، هي في حته كده اللي هي شرق ليه شرق تصدق بمين مقام راست، يعني هي كانت عن نهاوند في الاول، كانت عن نهاوند فجاه قبل ما تروح للسينيو ده وليد سعد بقى حته ربع تون كده راست، هي على الله، هي نهاوند على الله، ساب نهاوند وراح للراست في الحته دي ورجع تاني للنهاوند ورجع تاني. فنحن الحته دي بتعجبني يعني. هو وليد سعد عنده اللعبه دي، وليد سعد برضه مش سهل، مش سهل طبعا، مش سهل، بيعرف يعمل النقلات في الالحان دي وبيعملها بشكل حلو، ان هو وليد شرقي بحت اصلا يعني. لو تلاحظ برضه ان تميم هنا في الحته دي سكت الايقاع وراها عشان يبرز والكمانجه، بس عشان الكمانجه فيها ربع تون، الكمانجه فيها ربع تون. وبعدين ذكاء ان هو خلى الكمانجه هي اللي تلعب في الغنى معاه، عشان لو في حاجه في الصوت وقعت بالظبط الكمانجه تشيل، الكمانجه تبقى شايله، الكمانجه تشيل. وننور دي القايمه اللي حطيناها في الغنوه دي، ننورها يعني. ايوه بالظبط، نورها. ولو في اي ديفوهات الكمانجه هتسد، ده غير ان اصلا انت ما فيش هارموني في الراست، يعني صعب قوي تهار من الراست، صعبه ممكن بس صعب يعني. فانت وقفت الهارموني والايقاع تماما واديت كمانجه بس كانها يونيسون، يعني حاجه بتكرر نفس اللحن اللي بتقوله اليسا حقيقي. فتميم هنا برضو برافو عليه حقيقي. والالبوم ده فيه اغاني مثلا زي عبالي حبيبي دي فارس اسكندر ولحن سليم سلامه، اغنيه حلوه قوي على باب عبالي حبيبي جدا اضمك. هي طبعا صعبه، احنا يعني انت كمصري صعب تغني الاغنيه دي عشان البوسلك الابيض، عارف انت في بعض الحاجات اللي بالنسبه لنا كمصريين ما بنعرفش نقولها، ما بنعرفش فعلا، ومش عنصريه والله العظيم، بس احنا ما بنعرفش يعني. في انا بحب الاغنيه جدا، احب اسمعها جدا، بس ما اعرفش اغنيها، ما حدش عارف يغنيها. احنا عندنا برضو خلي بالك، احنا كمصريين عندنا مشكله، احنا ما بنعرفش نغني او نتكلم بلهجات تانية. لا لا، اللبناني في، لا في اغاني لبناني كتير بنعرف نغنيها، السهل. بس مش دي، دي تقيله، مش عبالي حبيبي. دي تقيله يعني، حبك وجع بعده معي انا بغنيها عادي. لكن دي ما اعرفش اغنيها، عبالي حبيبي دي ما في، عملت برضو اغاني في الالبوم اسرحك ومش عارف ايه، اضمك ما افرق بس هي اغنيه عظيمه. كلوتش الهوب برضو، كلوتش الهوب راجل برضو في من غير مناسبه مسيره اليسا. كلوتش الهوب في من غير مناسبه، نادر عبد الله ووليد سعد وامري لربي ربي يستقتل عليا وبيحايلني، يستغلب عليا وبيحايلني، برضو كلام نادر عبد الله كتير. وامري لربي دي مروان خوري لحن وتوزيع، وفي شين كسر مروان خوري برضو لحن وتوزيع. في معاش ولا كان بقى، دي كانت حلوه، نادر عبد الله ووليد سعد، وليد سعد وتميم عامل برضو حته هاوسيه دانس كده. كان تميم ساعتها نسيت اولاني عشان انا انسى تاني، قلقان يا حبيبي ليه ترتير معاش ولا خش. هو كان زمن الهوس الجميل بس انا مستغرب هي ليه ما اشتغلتش مثلا مع حسن الشافعي، او يعني تميم اوكي بيعمل هوسات حلوه حلوه، بس الوقت ده كان الهوسات، الهوسات بجد يعني حسن الشافعي، كان حسن الشافعي، كان حسن هو اول الناس اللي كان بيلعبوا الهاوس بالشكل، مع طارق مكور طبعا. يعني كان اول واحد تبحر في تكنو، في علم الهاوس، علم الهاوس، علم الهاوس. فعندك في اغنيه برضو في الالبوم ده حلو قوي، سلم لي عليه، مروان وكلام بسمع مروان اسمك بدمع دي برضو، ولحن مروان خوري، كلام ولحن مروان خوري. وايه تاني؟ لو فيا بيستحي، مهمة جدا. لو بيستحي دي والفكرة حلوة، فكرة حلوة، فكرة جديدة، واحدة بتتكلم على كسوف حبيبها يعني، مش فاهم انا ايه الرجاله اللي بتستحي. بس على فكره هي كمان هي سهام الشعشاع، يعني هي اللي كاتباها ست. استاذه سهام، الراجل اللي انت كنت تعرفيه ده مش تمام يعني، عشان الراجل اللي كتبت عليه الاغنيه دي مش تمام. حاله برضو، حاجه جديده يعني. طبعا طبعا كانت جديده فكره الراجل اللي بيتكسف وتقعد توصف انه بيستحي ووشه بيحمر وبتاع وما بيعرفش يرد والحاجات دي، هي كانت تعرف بهاء.
بهاء بتاع التجربه الدنماركيه. ماشي. عيشه والسلام. عيشه والسلام نادر عبد الله. دي حلوه بقى، ما تعرفش ليه برضه. يلا عيشه والسلام دي حلوه قوي، ما تعرفش ليه برضه رومانسيه قوي، ما تعرفش ليه حلوه. نادر عبد الله وتامر علي. تامر علي عمل شغل جامد، ده جامد جدا. وطبعا مصدومه نادر عبد الله ووليد سعد. طب اختار ثلاثه بقى يا مصطفى. مصدومه رقم واحد، عيشه والسلام طبعا. اوكي. وايه تاني بقى؟ انا محتار ما بين كام اغنيه بس ما تعرفش ليه. انا فعلا محتار بين اللي فيها اغاني حلوه في الالبوم. الالبوم ده جامد، طلع جامد. طلع جامد الالبوم ده، اغاني حلوه كتير. اوكي. انا هاخد تصدق بمين، لان انا بحب الحته الراست اللي فيها دي. وهاخد مصدومه طبعا. وهاخد معاش ولا كان عشان بترقص شويه يعني. حاجه برده مختلفه عن جو اليسا. ف دي الثلاث اغاني اللي انا هاخدهم. ماشي. احنا بقى خلاص بقى حصلت الثوره عندنا الجميله 2012 اللي قعدت مطربين كتير وقعدت الملحنين والشعراء بس هنا اسعد واحده 2012. كان 2012 محمد رحيم ليه بصمه قويه في الالبوم ده جدا. محمد رحيم دخل بشلته يعني، دخل معاه احمد مرزوق وسلامه علي لا مش سلامه علي، احمد مرزوق تحديدا. بالنسبه اللي ما يعرفش، احمد مرزوق اشهر اغنيه كتبها هي مشاعر لشيرين. وبالنسبه اليسا غنتها الشعر النوبي الجميل احمد مرزوق. راجل على فكره جميل جدا، ومن الناس اللي ليهم بصمات مهمه قليله لكنها مهمه. كتب اليسا حاجات مهمه كتير. كتب اليسا حاجات مهمه كتير يعني. بس ابو يعني اشهر اغنيه كتبها، عشان لو حد عايز يعرف مين احمد مرزوق، هو مؤلف مشاعر تشاور تودع مسافر تموت وتحيي. السطر القاتل ده. وهو اللي كاتب البيت كان قصاد البيت. شباك كان قصاد شباك. يا ليل. يا ليل لهشام عباس. هشام عباس. كانت الحان رحيم برضه. كان الحان رحيم وعمل مرزوق كان صاحب رحيم اصلا، فعلى طول معايا. دايما يعني دويتو مع بعض. طب هم عملوا مثلا فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني. كلماتها برضو قويه جدا. انا بيعجبني السولو الفاصل. بص رحيم دي كمانجات. رحيم رجل له بصمه ما ينفعش يعني. قلت لي ان هو بيعمل السولوهات. بيعمل سولوهات وبيعمل ديموهات. بيعمل ديموهات. بيعمل ديموهات. وعلى فكره بقى بالمناسبه، رحيم ليه ديموهات حلوه يعني، فيها سولوهات احلى من اللي الموزعين عملوه. اوكي. يعني مش ممكن ما يكونش تميم اللي عمل السولو ده؟ ما اقدرش اقول. اعتقد ان تميم. هو تميم. جو تميم ده. جو تميم يعني. طبعا. عمل لها ايه بقى؟ في عيونك. في عيونك. لحن وكلام محمد رحيم. بس الكلمات غريبه جدا. بس كلامها غريب. بحر واسرار في عيونك محشي وممبار. عارف انت الجو ده اللي هو ايه؟ انا حسيت انها قلشت يعني. لا بس فيها مناطق اللي هي مش عارف عشانك بمشي بلاد مشاعر بيشك وجمع كل ورود بغداد. هو محمد من بيروت على بس. كلام فيه في صوره. محمد رحيم هو عنده الحته اللي فيها ايه؟ ريحه المدن والشوارع. زي اغنيه منير ومريم فارس اللي هي دي جامده. اللي هي بتاعت العجمي دي ولا الساحل الشمالي. الساحل الشمالي لفت عن يميني لفت عن شمالي مش عارف ايه كله في الساحل. الاغنيه التي لا تحفظ لان هي عباره عن عشان طويله قوي وما فيهاش ثاني. بس هو هنا برضو عمل موضوع بجمع بتغرب وامشي بلاد واجمع كل ورود بغداد. وتيجي نسمه من بيروت. برضو جو المدن. انت وطني في الاخر انت. فعجبني الصوره وعجبني ان هو راح بالخيال التشبيهات لفكره المدن، وان هي يعني بتلف كعب داير لحد ما تلاقي وطنها مش في اي عاصمه. لكن هو عجبني الفكره دي. عينيك وطني. طيب ايه تاني يا مصطفى عجبك في الالبوم ده؟ هيلف ويرجع لي من الاغاني اللي انا شايفها حلوه جدا. كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور. بمناسبه تامر عاشور ونادر عبد الله عملوا لها مجموعه اغاني حلوه يعني مع بعض. الدويتو ده اصلا يعني كان فاول الحكايات. حكايتي معاك متفائله. هيلف ويرجع لي برده دي تالت حاجه عملوها. تالت حاجات ثلاث اغاني بس دويتو مع بعض. يعني وفي اغنيه حلوه قوي اللي هي غمرني يعني. كلمات سهام الشعشاع ولحن محمد رحيم. في اغنيه بتلفت نظري قوي اللي هي ساعات وساعات، اللي هي بتاعت بهاء الدين محمد ومحمد ضياء الدين. كلوتش الهوب موزع. ساعات دي كلماتها بحس انها كتير بنعشق ولا بنقول، بتاعت شيرين الجزء الثاني او فيرجن 2. طبعا هو بهاء الدين محمد كان كاتب برده كتير بنعشق، بس بص كلماتها كده بتقول لك مش كل اللي بنحبهم هيكونوا لينا، ولا كل اللي بنحبهم لايقين علينا، ممكن نلاقي اللي ياما حلمنا بيهم ويلاقونا وما نلاقيش الحب فيهم. هي صح؟ يعني نفس تحس انها اغنيه تسعيناتي اصلا يعني.
كلام دراما التسعينات قوي. لا انا حاسس انها فكره بتتكلم فكره عبثيه الحب والعلاقات ممكن يعني بص دي برضو، وساعات بنشوف الحب وهو ما يشوفناش، وساعات يقابلنا الحب ويمشي وما عرفناش، وكتير بيسيبنا الحب وجرحه ما بيسيبناش. يعني برضو انا حاسس انها كتير بنعشق ولا بنقول. وفي اغنيه مهمه يعني. وفي اغنيه مهمه برضو، تعبت منك، كلام سلام علي ولحن محمد يحيى، وده مهم على فكره برضو من الاغاني الحلوه. وفي لو اقول لك هاني عبد الكريم وماديان، والفتره دي كان ماديان بقى بدا يشتغل، بدا كان انطلاقه ماديان بقى. انطلاقه محمد ماديان. يحيى برضو عامل اغنيه مهمه اللي هي الفرحه. الفرحة اللي انا فيها دي كلها ترجع. محمد يحيى وسلام علي. في لا بص، لحن شرقي. شئنا ام ابينا الجيل ده من الشعراء والملحنين المصريين عمل بصمات لكل الفنانين في الوطن العربي. بصمات مهمه جدا. ملحنين بالذات. والتغير اللي عملته اليسا في شكلها والتطور والنضج ده ارتبط شئنا ام ابينا بالالحان والاغاني دي. طب تختار ثلاث اغاني من الالبوم ده؟ نختار واحده؟ نختار ثواني بقى اطلع. طب انا هختار الاول. اختار انت الاول. انا هختار فاكر يا حبيبي في يوم، بحبها جدا. طبعا. وهختار الفرحه اللي انا فيها. طبعا. وهختار وساعات. انا هختار فاكر. اوكي. وهختار لو اقول لك. تمام. وهختار اغنيه قالوا لي العيد. اوكي. ورغم ان اختيار مختلف الحان وكلمات روميو لحوت، بس هي اختيار مختلف. قالوا لي العيد تراري. واحنا في عيونك نفضنا لها خالص ليه؟ بعناها جنب في عيونك جنبه الاغنيه نفضنا لها ليه يعني؟ بص هي حلوه بس يعني في حاجات افضل في الـ في الـ في الشريط نفسه يعني. انا حاسس ان اختياراتي مايله لاشياء اخرى يعني. اوكي. طب حاله حب 2014. حاله حب انت هنا حاسس ان اليسا شويه الكيرف نزل عموما ولا؟ مع ان الاغنيه دي فيها اغاني كتير نجحت قوي. فيها اغاني نجحت. اولا حاله حب من الالبومات اللي ليهم كفر او بوستر مميز يعني. اللي كانت قاعده قدام المرايه ولابسه حاجه زي ودان الارنب كده زي يا مرايتي، عشان في اغنيه اسمها يا مرايتي. يا مرايتي. انا بالمناسبه ما بحبش يا مرايتي دي خالص يعني. انا شايف ولا أنا يعني مش اوفر ريتد جدا صح؟ يعني. وبعدين اللي تزامنت مع اتجاه اليسا لفكره الخطاب السياسي والخطاب النسوي والخطاب المبني على ايديولوجيا يعني، برضو ده تاثرا بما يحدث على الساحه اصلا يعني، حاله الحراك الاجتماعي اللي كانت بتحصل في الوطن العربي طول الوقت. فانه الفنان ده لا ينفي ان اليسا حد ليها وجهه نظر وليها راي. هي فعلا ليها وجهه نظر، هي ليها يعني، هي ست مثقفه يعني، هي ست مهتمه بالشان العام ماشي تمام، هي حره. بس ده عكس اللي انت بس عطو انعكس على الالبوم بطريقه مش حلوه مثلا او يعني ده عكس مشروعك الفني اللي انت كنت مقدمه لنا من الاول وحبيناكي علشان ازاي بقى؟ دي بمعنى انه اليسا هي بوب ارتس من الاول يعني، استوديو ارتس. بس فانت فكره لا تحملي مشروعك الغنائي افكار. طبعا هو من حق اي حد يقدم افكاره. حسيت فين ان في مثلا يعني بعد اجتماعي يعني؟ البعد يا مرايتي. وهي كمان اليسا وقتها روجت لده اعلاميا بشكل مش هقول لك سيس الموضوع، اللي هو انا بناضل. حسيتك ان انت ايه بتعمل البوم للنضال من اجل المراه، وانا ما تقبلتوش يعني، ما حسيتش انه اللهجه دي، علما ان في اغاني حلوه في الالبوم. لكن تصدير واختصار المشروع كله في انه انا عامله البوم عشان اغنيه يا مرايتي اللي بتتكلم على اوضاع المراه و و و على عيني وعلى راسي، بس مش ده اللي اليسا عودتنا عليه يعني كمستمعين يعني. الالبوم ده مثلا في اغنيه حاله حب دي لحن تركي وكلام نادر عبد الله وتوزيع نصر الاسعد. انت رجعت تشتغل تاني مع نصر الاسعد اللي هو اوريدي انت قطعتي خطوات يا في تركي ولا تراث؟ يعني مش تراث عربي، لحن تركي. حب معك صح هي دي؟ وبعدين في نقطه هنا، نصر الاسعد كان ممكن يبقى موزع بالنسبه لك مهم في بدايه الطريق، لكن هو كموزع بشكل عام الراجل انت رحت لناس عملوا لك بصمات وغيروا شكل مزيكا وعملوا وعملوا وعملوا، فانت ليه الرده دي؟ ليه حاله الرده ان انا ارجع اشتغل مع واحد كلاسيكي اشكاله الموسيقيه واحده ما اتغيرتش ما اتطورتش؟ ممكن يكون أصلي. خلاص ما عندوش جديد يقدمه لك. ما عندوش جديد يعني. هي اشتغلت معايا مرايتي، اشتغلت معاها حاله حب في الالبوم ده، اشتغلت معاها حاجات كتير. واول مره اللي هي الاغنيه، قعدت توزيع اغنيه اول مره تحب يا قلبي، وكان توزيع سيء ويعني ما يفرقش ما طورتش حاجه يعني. لا التوزيع بتاع عبد الحليم حافظ كان احسن بالظبط. كان مين اللي عامله؟ كان علي اسماعيل باين.
صفارة و... ولحن منير مراد واسماعيل مبروك كلام. اسماعيل حبروكة. وهي كمان نقطة مهمة لازم نتوقف عندها، انه تجربتها في اعادة غناء الفولكلور اول مرة، تحب يا قلبي ولولا الملامة، تجربة حلوة يا بلدي وحلوة يا بلدي، تجارب التلاتة مش تكحين معاها. وانا شايف انها كانت يعني مش هقول سقطة، لكنها كانت فخ هي حطت نفسها فيه، لان انت اديت فرصة للناس تقيم وتقارن، والمقارنة كانت ظالمة لإليسا. بس في اغنيه حلوه قوي في الالبوم ده كان بهادي محمد كاتب لها، هو بهادي محمد كاتب لها 3 اغاني في الالبوم ده، وده رقم حلو يعني، مشاركه حلوه. بس كان في منهم اغنيه اسمها لو اتقابلنا، لو اتقابلنا، لو اتقابلنا مره واحده استحاله هنفترق، احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق، ده احنا لسه ما اتقابلناش واتقابلنا، امال هيحصل ايه لو اتقابلنا؟ انا تهت. طب انا مش فاهم حاجه. بس الحته دي بتتوه، انا فعلا انا بسال بهادي محمد نفسي اعرف معنى ايه الكلام ده. ما اتقابلناش واتقابلنا، هل هو دي مثلا لونج ديستانس ريليشن شيب مثلا، ولا بيتكلموا على السوشيال ميديا، بيتكلموا على النت مثلا بس وكده يعني. ما انا جيب في دماغي كده، ما هو ممكن يبقى ده التعبير، انه يعني علاقه الكترونيه او علاقه بقى تخيليه يعني، اللي هو من الجنان بقى دارك دارك يعني. بس السطر اللي بيعجبني اكتر هو اللي هو التاني بقى، اللي هو لو حد فينا حب حاجه التاني عمره ما حبها، لو سالنا التاني تاني هتلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خايف، لا عشان بيحبها بس ما كانش عارف. هو هنا في حاله تعريض للطرف الاخر، اللي هو يعني كان بيحبها بس ما يعني. انت بتحبها بس انت مش عارف يعني. هو الفكره، بس انا عاجبني يعني فكره، انا بقول لك انا تهت من الاول. هو لو سالنا حد عن حاجه انت بتحبها ولا لا، هيقول لك يعني بنحبها عادي، حتى لو هو ما كانش بيحبها اصلا، بس هو ما كانش عارف ان هو بيحبها يعني، فاهم يعني؟ مثلا اتفقنا مثلا الاهلي، فهمت، الزمالك، فهمت خلاص، فهمت. هي كانت زملكاويه ومش عارفه، بس يعني ده حاله من المبالغه يعني، في مبالغه شديده، ده تعريض يعني. لا لا يعني قلشه قوي دي بصراحه، بس مبالغه رومانسيه حلوه، ليه لا؟ انا بتوقف في الالبوم ده قدام اغنيه انسي بطلت تحبيه، كلام احمد مرزوق محمد يحيى. طبعا انسي بطلت تحبيه، يعني انا راجل بميل دايما للحاجات الصريحه يعني، لا الكلام اللي بيبقى فيه صوره شعريه بس فيها ايه، وضوح يعني، وتعبير عن بهاء الدين محمد يعني معقد شويه هنا. لا بالعكس، هو بهاء الدين محمد راجل، انا قلت قبل كده انه من اهم الشعراء في تاريخ الاغنيه الحديثه اللي بيكتب صوره شعريه. بس ممكن يعني انت تلف منك شويه، او تبقى عندك فكره فلسفيه فعايز تطرحها، فما تبقاش مستصاغه، ما تبقاش مفهومه، وده وارد. ليه لو حد فينا حب حاجه التاني عمره ما حبها، لو سالنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها؟ ده غلط، خلاص حبها، ده غلط يعني جدا في الحب، هنساله تاني بس ده غلط جدا، فكر شويه كده، الغاء للشخصيه في الحب اصلا. ما بالظبط يعني. ما هو عشان كده هو ده الحب بقى، ان هو الحب ده اصلا بهدله، انا بطاطا، هو معبر عن تيمون وبومبا، انا بطاطا تحت رجليك. بالظبط، هو ده التعبير عن ان الحب بيلغي شخصيتك لدرجه ان انت هتقول ان انت زملكاوي مثلا وانت اهلاوي، فاهم قصدي؟ يعني انت هتقول انت اصلا كنت زملكاوي بس مش عارف، فاهم؟ انت متخيل الصوره مهمه ازاي؟ انا منطقه الزمالك دي بالنسبه لي خط احمر محدش يعرف يعني، او نعكسها يعني الاهلي يعني، فاهم؟ طبعا الباستا بتحب ما بتاكلش انت كنت فاهم، فاكر فكره انك تتنازل عن قناعاتك علشان خاطر الطرف الاخر يعني، انت فكره خطيره جدا جدا، الترويج لها خطر برضه، وده يعني امر سلبي قوي يعني، فكره انك انت تبقى ملغي الاختيار وملغي الشخصيه عشان التاني يرضى عنك. بس يعني هو ده الحب جزء منه يعني. يلا حصل خير، يلا. طب اللي بعده سهرنا يا ليل، سهرنا يا ليل، البوم سهرنا يا ليل، ما بحبش الالبوم ده خالص بقى والحقيقه، وانا نفس لا يعني اتفق معك ولا اختلف، لانه انا شايف ان مرحله بقى افول اليسا وتشتت اختياراتها بدات في الفتره دي 2016 يعني مع سهرنا يا ليل. ليه؟ لانه هنا بدات تحس انه انت بتعملي حاجات شبه بعض، وتحس انه إليسا تحولت إلى نجمة وراها يعني آلة دعائية ضخمة بلا منتج يخليك قادر يعني. شوف احنا في الألبومات اللي فاتت طلعنا أغنية واثنين وثلاثة وأربعة حلوين، وآرائنا اختلفت في حاجات وكان في جدل، لكن تيجي بعد كده من أول هنا بتلاقي إنه في حالة تشابهات واكترار لتجارب قبل كده، بل بكواليتي أقل وبأفكار مش جديدة حتى على مستوى الكلمة يعني. يعني مثلا هي راحت سهرنا ليه اشتغلت مع ملاك عادل يعني، و هي سهرنا ليه حاسس ان هي زي الفرحه اللي انا فيها، هي نفس الجو يعني، هاوس هو اللحن شرقي والمشكله قوي ان اليسا مسكت قوي في الهاوس يعني، قعدت 3 ألبومات كده
لازم الهيت اغنيه هاوس وبنفس المضمون مش عشان هاوس هي نفسها روح الاغنيه نفسها هي زي الفرحه يعني مش موضوع ان هاوس يعني ونفس خلي بالك كمان في مشكله الهاوس محمد يحيى برضو لحن نفس محمد يحيى وعلى فكره بيبقى اللحن شرقي في جزء شرقي بس شرقي. المشكله في حاجه برضو توزيعيا انه الهاوس نفسه كان بيتطور وانت ماسكه فورم واحد منه بنفس الاصوات بنفس الاشكال توزيع يحيى يوسف انا ما كنتش اعرف وقتها كان حسن الشافعي مثلا وصل المريخ فاهم وانت قلت لسه بتغني يعني تجارب بدائيه جدا في الهاوس ملكة الإحساس دي أنا شايف إنها أغنية اتعملت يعني أسامة مصطفى اللي كتبها وسامر أبو طالب اللي عملها حبوا يجاملوا إليسا مفصلينها مفصلين لك أغنية إن إحنا ملكة الإحساس عارف أنت أنا بتخيل هم داخلين عليها بيدوها الأغنية يعني يلا حالا بالا اللي هو إحنا يعني جايين هنجوزك هنومة هنجوزك هنومة يلا عاملين لك أغنية ملكة الإحساس عشان اللقب بتاعها يعني حاجة يعني أنا بحب أسامة مصطفى ده على فكرة عشان هو كاتب أغنية بحبها لعمرو دياب اسمها على حبك عندي 100 اثبات دي حلوه جدا هو سامي مصطفى ده جامد على فكره عمل لها اغاني حلوه بس في الالبوم اللي بعده وبعد كده عمل في الالبوم ده في اغاني بقى يعني احنا بنقرا بس عشان الاغاني كتير الواحد لازم يبقى 16 يعني اغنيه 16 اغنيه وكم اغنيه منهم تقدر تقول انها صمدت او عاشت تعالى نقرهم ورا بعض يعني ولا بعد سنين نادر عبد الله ونزيه اصلر وناصر الاسعد عكس اللي شايفينها امير طائمه وليد سعد توزيع احمد ابراهيم فل الحكي او في الحكي والله يوسف سليمان صلاح الكردي انا في اغاني مش فاكرها اصلا متمرده نصر الاسعد مش عارفه ليه بقى دي محمد مديان ما دي حلوه دي على فكره السلام مش عارفه ليه انا بعمل ايه جامده قوي وقويه عليه يعني هي واحده احكي لك بقى عشان بقى دي محمد دخل بيتفلسف قوي مع اليس السلك عريان مع اليس يعني بص مقطع بطاقته مع اليس يعني هو هنا واحده بتقول ان هي لما مع حبيبها انها بتكون قويه قوي عليه وقاسيه ما تعرفش ليه رغم ان هي اصلا حنينه من جواها يعني ده غالبا ده دي ايشوز ما حاجه كده حاجه بقى توكسيك جدا يعني اغنيه بس يعني هو لسه كمان في الشريط اللي بعده في شاعر اسمه مصطفى مولى كتب لها اغنيتين توكسيك قوي بقى برضه مريضه اهتمام مريضة اهتمام دي توكسيك جدا لا ده مش توكسيك يا مريضه الاهتمام دي اللي هي عايزه حد يهتم بيها بالظبط ده على فكره علميا في مرض كده يعني في الاتنشن هور اللي هو فكره ده على فكره بيصنف في علم النفس انه في حالات كده في ست او راجل بس خلينا نقول انها في الستات اكتر هي ممكن تموت وتتجنن لو ما فيش في حياتها علاقه ولو ما فيش حد مهتم بيها طول الوقت ولو هي سنجل لازم تبقى بتدور على حد طول الوقت انه يديها الجرعه الاهتمام والحب دي فما اسالك يعني اقول لك حاجه يعني مش مقاطعه لكلامك هو تكمله لكلامك مش ده كويس ان اليسا اصلا بتروح للمناطق المريبه والغامقه ما هو حلو انها بتغطي كل المواضيع عن الحب بالشكل المتنوع جدا ده وانها بتخش في الاعماق النفسيه البشرية. يبقى حلو بس يبقى اللحن بقى حلو والتوزيع حلو وتبقى الاغنيه متكامله يعني مش شرط تبقى الفكره فقط ما هو ممكن تبقى الفكره حلوه ولكن في النهايه بس بهاء الدين محمد عمل اللي عليه بهاء الدين يعني محمد عمل افكار ومواضيع جديده معاها ده حقيقي يعني عمل معاه شغل حلو نعترف بهذا يعني لكن مثلا خلينا نكمل في البومنا ده احنا لسه ما اتقابلناش واتقابلنا امال هيحصل ايه بقى لو اتقابلنا انا بقول لك دي علاقه شات دي علاقه شات علاقه شات وش يعني اوكي عندك اغلى الحبايب احمد الجندي كلمات الحان مديان توزيع احمد عبد السلام هتسيبني كلمات احمد مرزوق ولحن محمد رحيم وتوزيع حلوه على فكره مكتوبه ليك نادر عبد الله محمد يحيى وليد شرائي قلب وروح اسامه مصطفى وسامر ابو طالب شوف عدد كبير من اغاني توزيع تمام هخاف من ايه نادر عبد الله محمد يحيى احمد ابراهيم وبعدين خلي بالك في اغاني كتير في الوسط كده يعني في الالبوم ده اتنست يعني ويبقى بعيدا بقى عن يعني عمرو اسماعيل عاملها اغنيه متمرده كلمات احمد الجندي ولحن عمرو اسماعيل موسيقار عمرو اسماعيل يعني مؤلف موسيقي مش طبعا موزع يعني حد من الناس المهمين جدا يعني واشتغل مع منير واشتغل مع ناس كتير جدا في اغنيه انا ارى انها في المرحله دي او ما قبلها يعني في من بدايه 2011 ل 2014 كانت اهم اغنيه في مشوار اليسا اللي هي جربت في مره تتر مسلسل مع سبق الاصرار ويجب محمد رحيم ويجب ان نتوقف قدام الاغنيه دي لانه مسلسل الاصرار بتاع غادة عبد الرازق يعني كان مسلسلات الناجحه جدا في جداً. رمضان اللي اتعرض فيه بس كان جزء كبير جدا من نجاح المسلسل التتر تصميم التتر اللي كان بيتعمل بالرمل الرسم بالرمال
والاغنيه صوت اليسا اغنيه جميله جدا، واعتقد انه ده كان اول تتر اليسا تعمله. جربت في مره الرب من انسان مجروح، تجربتها في التترات نجحت يعني. فانا ارى ان دي من التجارب المهمه جدا في مسيرتها يعني. لو في الالبومات ما كانتش بدات مرحله الافول وعدم التوهج، الاكترار والاكترار يعني تحس اسعد واحده ده من بعد حاله حب يعني، بتحس ان في تكرار يعني بالظبط، مفيش حاجه مميزه. هي دي المشكله بقى اللي احنا بنتكلم فيها مؤخرا، وبنقول انه مشروع اليسا كان في مشكله كبيره انه حصل حاله اكترار وتكرار. وبعدين كمان انا عندي نقط يعني مع الموزعين يعني عندي مثلا تساؤل يتعلق باحمد ابراهيم، هو انت ليه ما عملتش بصمه مع اليسا موسيقيه؟ احمد ابراهيم ليه ما عملتش بصمه موسيقيه؟ وكان في بينهم اصلا خناقه مشهوره يعني بس يعني سنه 2006 كده، ان هو هي خدت منه توزيعات اصلا وخلت موزع تاني يعملها بنفس افكاره، فهو طلع وقتها يعني طالب النقابات الموسيقيين او انها تجيب له حقه. كان في بينهم مشكله كبيره جدا يعني، مشكله اللي هي والفنانين المصريين لازم يقطعوا اليسا عشان خدت حق احمد ابراهيم وكده. بعد كده اتصالحوا، بعد كده عمل لها شويه شغل مش يعني مش علامات، بس عملها اغنيه حلوه قوي انا في رايي انها اغنيه من احلى ما غنت اليسا سنه 2020 اللي هي انا شبه نسيتك احمد ابراهيم. ماشي. في البوم اللي هو صاحبه رأي. وانا عندي كمان نقطه مهمه برضو تتعلق بجانب احمد ابراهيم، تميم. هنرجع نقول ان تميم مع حمائي هو موزع مختلف تماما عن تميم مع اي حد التانيين. وده بقى هنا علامه استفهام، هل تميم مع حمائي هو بينفذ افكار حمائي مع افكاره ولا تميم مع حمائي بيشتغل مع حمائي بشكل مختلف عشان بيحب حمائي، ولا مثلا بيبقى واخد راحته مع حمائي مثلا ومع المطربين التانيين ما بيبقاش عارف ياخد، اعتقد ان هو بياخد راحته اكتر. فهو ده دي تلات احتمالات يجب ان يجاوب عليها تميم يعني، على اختار واحد منهم يعني. اقول لك ليه، لان حمائي لان تميم راجل بتاع ار ام بي قوي وهيب هوب قوي، فمين المطرب اللي هيسيبك تعمل الجروفز الار ام بي والحاجات دي بحريتك غير حمائي؟ ما هو لازم يبقى ليه بقى تعرف من ده من ايه بقى؟ من الالبوم اللي اشتغله في الاول خالص تميم اللي هو كان تليفوني بيرن مع ام تي ام. يعني اسمع هو كان موزع كله بيرن بس في اغاني في الالبوم ده ار ام بي وهيب هوب فظيعه يعني. في اغنيه اللي هي لما حاجه واحده تبقى واخده كل عقلك وحياتك ناسيها، فاكر الاغنيه دي؟ اسمع التوزيع بتاعها تميم. تميم موزع الالبوم كله، بس بقى الار ام بي يعني في جرأة، كل ليله بسهر في جرأة. ده كان لا الالبوم لابي ما كانش تميم، لا ما كانش تميم. بس في كان اغاني شبه كل ليله بسهر يعني، لو سمعت البوم تليفوني بيرن ده هتلاقي حريه بقى مطلقه. يعني هم اصلا ام تي ام هم رابرز، فمش فارق معاهم انت، هم راب وخلاص. فهو بقى بيعمل اللي هو عايزه. ف تميم يتعرف من الالبوم ده. وشغله مع سامو زين برضه، وشغله مع سامو زين، وشغله مع حماقي. لكن للاسف يعني، لكن مع تامر لا، مع اليسا مش ماشي، مفيش يعني حاجات كتير. اواخر الشتاء جميله، ما هو اواخر الشتاء برضو اغنيه تقليديه على مستوى التوزيع يعني. حلوه، اغنيه جيده، بس انت ما عملتش طفرات، ما عملتش اشكال موسيقيه مرعبه مختلفه تصدم المستمع. هي دي الفكره. وده هل ممكن يكون ليه علاقه بالفورم اللي بتشتغل اليسا فيه اصلا، وبالهويه اللي اليسا راحت لها؟ وانا مستغرب قوي ان اليسا راحت في، عارف انت، تقلبات يعني. انت بداتي من فلامينكو اسباني وشغل لاتين بحت تماما، بعدين بدات تروحي لاغنيه الاغاني المصريه الشرقيه شويه بالتطورات اللي حصلت لها، سواء انه دخلنا الالحان الشرقي في الهاوس او مقسوم بالشكل الجديد، او حتى اغاني دراما مصريه في روك او روك شويه. وبعد كده حصل حاله بقى ايه، رده كامله، انه رجعت تعملي اشكال موسيقيه خلصت يعني. تيجي تشتغل في 2020 في 2019 تعملي اشكال موسيقيه هي معموله من سنه 2000 و2001 بس. ما هو برضه مصطفى عشان ما نظلمهاش، ما هو دلوقتي بقت خلاص ما بقاش فيه اشكال، مين بيعمل غيرها اشكال موسيقيه يعني؟ مين شغال بيعمل اشكال موسيقيه؟ ما فيش حد. بس هو هي الاشكال دي احنا مكملين عليها من يعني وقت مثلا لما جت تعمل بتمايل على البيت مع عزيز الشفيق غيرت شويه، ولو ان برضه رجع هقول ان كان في ملاحظات التوزيع، بس اللي هو ايه، لابد من الجرأه يعني. مثلا اليسا ما جاتش صدمتنا، الناس كلها غنت المقسوم اللي هو النيو ايجيبشن بوب اللي زي المهرجان.
لا لسه ما عملتش ده. ما عملتش ده رغم انه لو عملت ده كان ممكن تعمل، بس ما يليقش عليها، ما اظنش انه يليق عليه، كله بيليق. هو مشي مع نانسي، مشي مع نانسي، بس بالزبط. هي نانسي من الاول اديتك البيرسونا ان هي شخصيتها تعمل اخصمك، تعمل اليسا شخصيه زي ما قلنا، شخصيه انت تقيله وقوره، بس انت مطلوب وشخصيه مطلوب انك تجدد. يعني انت شايف، مش هقول لك اجري ورا الموجه، بس شايف انه هل اليسا مش مدركه ان اغانيها اخر البومين مثلا كلها حاجات يعني لو بروفايل؟ انا مختلف معاك يعني... في اخر البوم لما بتكلم في الى كل اللي بيحبوني وسهرنا يا ليل واللي قبله وبعد وحاله حب، لا في واحد، في واحد ثالث صاحبه رايي، لا صاحبه مختلف رأي. لا انا مختلف معاك، صاحبه رايي البوم قوي جدا. انا يعني صاحبه رايي هادي شراره عامل لها توزيع، هادي شراره بيعمل توزيع بروجريسيف روك او طبعا في لمسه بوب برضو، توزيع عظيم وبيتصاعد بطريقه يعني. انا هادي شراره طبعا مميز، هادي شراره جامد جدا، لكن انا برضو مش شايف انه هادي شراره لما عمل لها حاجه عمل لها شيء جديد على اللي هو بيعمله مثلا وائل كفوري، على هو اللي بيعمله الفنانين. لا الاغنيه دي اسمعها تاني كده بطيب خاطر ونفس راضيه. لا بصلاح انا عندي علامه استفهام تانية خالص. ايه هي؟ ان هي ليه اليسا كل مشوارها ده افتكرت هادي شراره دلوقتي ليه؟ يعني انت هادي شراره ده مهم، واعتقد اتفقنا ان هو اهم موزع في لبنان صح؟ هو افضل موزع، هادي اشطر موزع في لبنان ماشي. وقد ليه كل السنين دي كلها مقضيها مع هاني، سوري جان ماري، جان ماري في البدايه، جان ماري هو اللي يعتبر هو اللي ساهم في تقديمها يعني. بس عندك واحد زي هادي شراره ده ما استغلتيهوش من اول مشوارك ليه؟ انا اعتقد يعني انه الموضوع له علاقه بالخلافات الشخصيه وجهات النظر شلل يعني، وفكره انه هو مع فلان وهي مع فلان، فاهم يعني، هو بيوزع لفلانه وانا فلانه ما بحبهاش بالظبط. لانه خلي بالك الشغل في لبنان ويمكن برضه في مصر في الوسط، لا لا بس في لبنان توكسيك اكتر، بزياده قال لك عنصريين. لا ده بس هم اللي بيطلعوا يتخانقوا، لا ده واقع واقع. لانه بص مرحله الخلافات في فتره كده زي نفسنا بين اليسا واسمها ايه دي، امل حجازي، دي مشهوره جدا اعلاميا. في فتره ليه الاثنين اشتغلوا مع جان ماري، فالاثنين وفي وقت من الاوقات حصل الشراره الكهرباء دي بين اليسا ونانسي. طبعا بس لحد دلوقتي، والفانز دلوقتي الفانز هم اللي بيتولوا المعركه، حروب بالفانز. لكن رهيب. مثلا نانسي دبلوماسيه وذكيه، واليسا دبلوماسيه مع الناس اللي هم عارفه انه الاقتراب منهم مشكله، وهي بتقدر، هي ذكيه يعني، هي ذكيه يعني. فبس الحرب متروكه للفانز، هم يعني يشعلوا نيرانها مع بعض. لكن نتمنى الفانز ما يخشوا عندنا يعملوا الحرب بتاعتهم دي. لا عادي، نتمنى يعني. يا اهلا بيكم، اهلا بيكم صحيح. لا اهلا بيكم. لكن في نقطه مهمه بقى، انه الوسط الموسيقي في لبنان في مع مطلع الألفية تحديدا، كانت البرامج هي الملعب بتاع البرامج الحواريه يعني، هي ملعب المعارك. اللي بالمناسبه الموضوع ده نيشان، نيشان وتوني خليفه وزافين وغيره، زافين وسيره وانفتحت وسيره واتقفلت وكل الحاجات اللي هي خليك بالبيت، وخليك بس خليك بالبيت كان برنامج تقيل، كان وقور، كان وقور يا زاهي وهبي يعني، كان بيعمل حاجه تقيله، هي كانت طلعت في خليك بالبيت سنه 2009 بس. والموضوع ده اتنقل لنا، ما احنا بقى عندنا برامج شبه البرامج دي عايشه على خناقات الفنانين والملحنين والشعراء والهارد توك اللي هو، بس احنا عندنا الموضوع هابط اكتر من عندنا. لا ده احنا جبنا الموضوع لو احنا جبنا قعر الحله يعني بصراحه. في الموضوع ده، وللاسف الشديد انت كنت بتلاقي المذيعين في لبنان اللي بيعملوا البرامج دي هم مثقفين وعلى درايه وواعيين، بس انت عندك هنا احيانا مذيعات بيجوا يقعدوا بيقروا السكريبت اول مره على الهواء وبيعرفوا الموضوع يعني، بس بيحبوا اسئله غلط اصلا، اسئله غلط. المذيعه بتقول لحميد الشاعري، انت كنت بتغني صوتك فعلا ولا ده اوتو تيون؟ حبيب الشعري بيغني من الثمانينات، الاوتو تيون اخترعوه سنه 98 يعني في 20 سنه كان بيغني قبلها حبيب الشعري. هو الاوتو تيون ما بيغنيش لوحده، انا افتكر ان هي فاكره كده، ما كانش في اوتو تيون ايام حميد اصلا، اخترعوه شير في امريكا سنه 98، هم اصلا مش مذاكرينه اي كلام. فدي دي نقطه. فاليسا، اليسا اختصارا لهذا هذه المسيره، السيره والمسيره يعني، بس صاحبه راي البوم مهم يعني. صاحبه راي انت عندك مثلا مبدئيا اسامه مصطفى، وسامر ابو طالب برضو، هم عاملين صاحبه راي مع هادي شراره، واغنيه برضو اجتماعيه اكتر يعني، مش حب يعني، بتتكلم عن واحده شخصيتها قويه، عندها اراء، ما بتنافقش، ما عندهاش وشين، تجديد برضو مواضيع يعني. لسه من اكتر الفنانات اللي بيختاروا كلمات حلوه. والله ممكن يعني، انا مش مختلف ولا معترض على الراي ده، لكن انا بتكلم على التوهج الفني في اللي بيتقدم. هعتبرك موت بقى دي محمد، هعتبرك موت، هعتبرك موت، وهلبس ابيض وهنزل احتفل
ده هي بقى انا ما توكسيك. سمعتهاش دي، لازم بس اسمعها. اغنيه ان هي بتحت يعني، هي من كتر ما بتكرهه يعني هتعتبره مات. مات وهتلبس ابيض في موته. يعني هي سمعتهاش اغنيه دي؟ عن التجاوز، موفينج اون يعني. مباحة ليك دي بقى اغنيه مهمه جدا، مباحة ليك دي بهاء الدين محمد برضو. بهاء الدين محمد بقول لك هو مقطع بطاقته. بهاء بقى قلب فيمينيست مع اليسا. مباحة ليك اغنيه عن التحرش صرف. وجهة نظر وفكرة انها بتقدم حاجة يعني بتناقش قضايا. يعني مش عارف، انا ما اديتكش ريق او حاجه وما اتدلعتش عليك وما بضحكش على نكتك وما، فانت ازاي بتتجاوز حدودك معايا وبرضه اديت لنفسك الحق ان انت تتعدى حدودك وبنظره عينك تخنقني بقيت كارهه وجودك. في يعني اغنية حلوة موضوع مهم واجتماعي وبيحصل، اجتماعي بيحصل كتير جدا ومش باللمس، في حاجة اسمها بوج. لا لا انا مش عايز اسخف من الموضوع، بس لا الفكرة، لا بس فعلا الفكرة موضوع مهم. يعني ده موضوع مهم جدا، بس هو الفكرة بقى في ايه؟ ومتعبر عنه كويس. يعني في ستات كتير جدا عندهم المشكله دي وما لهمش صوت، ما عندهمش صوت ان هم يتكلموا. والوقت ده تحديدا اعتقد ان اليسا بدات تستخدم السوشيال ميديا والتيك توك والحاجات دي في انها تروج للافكار اللي بتقدمها وتروج للاغاني دي. طبعا انه مطربه تعمل اغنيه عن التحرش فده شيء يعني مهم جدا، وتقدمها بشكل معالجه جيده جدا. معالجه، في بهاء الدين معالجه محمد معالجه واضحه وقويه. وحقيقه انا بوجه التحيه لبهاء الدين محمد واليسا على ان هم يعني تناولوا القضيه دي وقدموها. لكن برضو في النهايه انا عندي اشكاليه في الاشكال الموسيقيه اللي بتتقدم، وعندي اشكاليه كبيره جدا في المشروع نفسه رايح لفين. طب برضه في اغنيه حلوه جدا في الالبوم ده اسمها انا شبه نسيتك، امير طعيمه وتوزيع احمد ابراهيم. امير طعيمه بص يعني انا رايي فيه ان هو شاعر متفاوت جدا، يعني كونفيوزنج، محير، لان هو بيكتب كلام كتير بيكون حس ان هو ملزق وهرتله، واللي هو حط القافيه اللي احنا مسلوق. عارفين مسلوق وليه حاجات عينك وحبيبي ومكاتيبي وبتاع، بيعمل وفي ده كتير. المقابل ليه وفجأة ساعات حاجات يوم قوية، رزعك واحدة من البداية قلت لك مع حمائي ومع أنغام. ومع أنغام ده طبعا، عامل مع مع أنغام أنغام حاجات بلاوي. روائع يعني روائع بجد. طبعا. ومع إليسا يعمل لك ومع اللي هي إليسا واحدة زي أنا شبه نسيتك دي، أنا شبه نسيتك تقريبا كده بفتكرك على فترات متباعدة. هي بتقول إنها بتتجاوزه يعني بطريقة معينة، بس في الآخر بيدي تويست بقى. عارف تويست اللي على فكره، لا انا كل الكلام اللي قلته في الاغنيه ده اصلا اي كلام اي كلام، وانا لا نسيتك ولا حاجه. فعجبني التويست. انا مش عارف اموف اون لغايه دلوقتي بالظبط، بس مع رغم ان الكلام اصلا كله قوي بتاع الموفينج اون نفسه، فهو ما اكتفاش انه كاتب كلام قوي في الموفينج اون، لكن كمان عمل تويست، لا على فكره انا مش عارف اتجاوز ولا نينا، ده انا بموت على فكره. فعجبني ان هو سرد الموضوع بالشكل ده، رغم ان طبعا سميره سعيد كانت عاملاها الاول في ما حصلش حاجه، سبقته في اللي كان مين اللي كاتب؟ واديني شفته زي بلال سرور ملحن، شفته ومين ما حصلش حاجه مش فاكر بصراحه. برضو اللي هي اسلوب كلامي هيحير شويه، انا اسيا ولا ده من كتر الاسيه التارجح ما بين ان هي التارجح. نسيته وبعد كده، بس انا دلوقتي فبرضه اوكي. سميره سعيد كانت عملت الفكره دي الاول متهيألي، بس امير تمام عملها بصراحه تاني بشكل حلو جدا يعني مختلف شويه. فالاغنيه دي برضو من الاغاني اللي انا بحب كلماتها جدا. هي برضو مين اللي ملحن؟ مين انا شبه نسيتك؟ وليد سعد. وليد سعد برضه لحن جامد، لحن جامد. واحمد ابراهيم عامل توزيع جامد، احمد ابراهيم عامل توزيع، بس انا برضو يعني ارى اسمعها تاني بطيب نفس وطيب انا خاطر. ارى ان توزيعات احمد ابراهيم توزيعات كلاسيكيه جدا يعني. مع اليسا ما فيش توزيعات عملها لاليسا مبهره. واحيانا القالب اللي انت بتعمل فيه الاغنيه بيحكمك انه يعني مش هقدر، مش هعمل حليات كتير، مش هعمل اصل الاغنيه دي فعلا هاديه جدا. هي مش محتاجه يعني، هي جيتارات، شويه جيتارات على كمانجات بتعلى في السينيو، هو البوب اللي هو الفلامينكو كمانجات بتعلى بس، بعد كده بتهدى تاني والجيتارات برضه. مفيش الاغنيه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حزق يعني. وهي الموضوع الاغنيه نفسه ولحنها مش محتاج. طب تعال نروح لمرحله السناجل. مرحله السناجل مع سعد المجرد نبدا بالاغنيه اللي. طبعا من اول دقيقه وانا ارى انها يعني غلطه كبيره ارتكبتها اليسا، لانه انت ست متبنيه قضايا المراه في اخر سنواتك يعني. مباحة ليكي، مش مباحة ليك. ليكي موقف يعني، عامله ازاي تعملي كمان اغنيه مش مباحة ليك وتعملي دي ومع سعد المجرد يعني. ايه الدافع يعني؟ هل ايه الدافع اللي موجود؟ هل انت بتدوري على شعبيه مثلا؟ ما انت عندي، انت نجمه، انت شعبيتك اكتر من سعد المجرد اصلا. فانا ارى انه من اول دقيقه هي طب ممكن بس غلطه. ارد عن بالنيابه عنها برضو عشان حق الرد.
وقتها وقت الاغنيه ما كانش لسه الحكم طلع، كان على ذمه القضيه. طيب هقول لك حاجه ماشي، عشان بس برضو ايه، انا برضو بتبنى راي الاخر عشان انا مذيع محايد، انا اصلا مش مذيع على فكره بس لا هي الفكره في ايه؟ اوكي الوسط الفني وانت كمطربه انت عارفه اللي فيها. أوكي. يعني بمعنى اصح الوسط الفني اوضتين وصال، وسعد المجرد القضيه اللي هو اتحكم فيها دي ليست الواقعه الاولى، لا في وقائع كتير تاني. تمام، حتى مجرد انك انت تعملي ديو مع شخص مدان ومتهم، هو كان متهم بس وقتها. متهم اوكي بس هما كانوا اربع قضايا، فده اللي عامل طيب يعني واحده في امريكا، واحده في فرنسا، واحده في المغرب. طيب هل وجود اربع قضايا على نفس الشخص في اماكن مختلفه، في اماكن مختلفه يعني ده مش مؤشر، يعني مش مؤشر لاي شيء، حضرتك مش واخده بالك من اي حاجه يعني فلا انا شايف انه من اول دقيقه اصلا يعني اغنيه بس النجاح ساحق. طب انت اللي تلومها اذا كان الملايين النجاح بالزق مش فارق معاهم؟ لا لا النجاح بالزق، خلينا بقى نتكلم كلام بالزق. طبعا بالزق، انا ما عجبنيش الاغنيه بس آلة ترويجية شغاله وصحافه لبنان كلها قاعده بتزق في الاغنيه، اغنيه عاديه جدا جدا جدا. انا شايف انها اغنيه اقل من العاديه، لحن وكلام وتوزيع، وانتوا قاعدين بتزقوا فيها زق مش ممكن، وايه العظمه وايه الحلاوه وايه الجمال ده يا صديقي. يعني انا حاسس انه احيانا نظريه اليسا عملت روائع مقارنه بالاغنيه دي بالظبط، يعني ده في تاريخها روائع يعني. بالظبط، فالزن على الودان امر من السحر يعني. لو اقعد اقول لك انا حلوه 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 واغنيه ناجحه والاغنيه عظمه واعلى مبيعات واعلى استماع واعلى حاجات، مش طب انت مش مع نظريه فصل الفن عن الفنان، ان احنا نتعامل مع سعد المجرد على في القضايا الاخلاقيه؟ لا في القضايا الاخلاقيه لا، مش باخد موقف من سعد بس. يعني بص انا شايف ان سعد المجرد يعني لو هنتطرق ليه هو فقاعه. اوكي يعني فقاعه صنعت بنجاح اغنيه انت معلم، هو مطرب صوته حلو وكويس، لكن الراجل عنده مشاكل شخصيه كتيره جدا جدا، وحاجات انا اعرفها ما ينفعش تتقال، وكل الوسط الاعلامي في المغرب مثلا عارفها والوسط الفني عارفينها، فيعني مش شايف انه هنا في حالته ينفع الفصل. ما انا في طب ليه طب ممكن نخليها شويه، ان مثلا اليسا بحكم انها اصلا متصدره في القضايا النسويه ده بيخلي الموضوع معقد اكتر. هو يعني راح لو واحد هو راح ياخد الكريديبيليتي منها بالظبط، انت عارف لو واحد ملوش في المواضيع دي يعني حد غير اليسا، حد يعني هتعدي في الطراوه يعني ما عندوش الوعي النسوي ده هتعدي، او بالزبط. حتى محدش هيلومه لان انت ماشي انا تكنوكرا، انا بقى واحد اللي هو ايه كلنا ناس موظفين وبنشتغل وخلاص وبنبيع اغاني وبنشتغل ونعمل دوتوهات مع زمايلنا وخلاص ماشي، بس انت فعلا مصدره نفسك في حته ان انا فانت هديتي كل بالموقف واحد، انت شككتي في كل الافكار اللي متبنياها يعني. اوكي طيب بتمايل على البيت؟ بتمايل على البيت، اغنيه جيده جدا نجاحها ما اقدرش انكره، مش هقول بقى انه بالزن على الودان زي الثانيه، لكن هو في نجاح، حاجات استماعات كويسه في لبنان، ولكن برضه بس هي ما نجحتش مقارنه باول دقيقه. بالظبط اول دقيقه جابت 200 مليون ولا 300 مليون، اول دقيقه كان في دفعه سوشيال ميديا ودفعه ترويج رهيبه جدا، شغل بي ار جامد يعني، شغل بي ار جامد وشغل سبونسر وضخ فلوس بالدولارات يعني. مع ان بتمايل على البيت موسيقيا احسن بكتير، ما هي بتمايل على البيت موسيقيا احسن، لكن في الاخر انت لما سبتها كده من غير القوات الدعم اللي بتدخل تدعم الاغنيه دي في الاخر ما خدتش محتاجه رشه كده برضه الوهج تيك توك. بالظبط ما خدتش نفس الوهج اللي خدته من اول دقيقه. فتجارب اليسا عموما في السنجل ما هياش تجارب مدهشة. طب العقد على فكرة ناجحة دلوقتي يعني، ما حبيتهاش في التوب، انا ما حبيتهاش بس انا ما حبيتهاش ايمن بهجة قمر ومحمد يحيى ما حبيتهاش، ما بقدرش اقول اكتر من كده يعني، ومش بقيم فنيا، انا بتكلم في ذوق يعني. انا بتسمع اغنية بتحبها بتسمع اغنية ما بتحبهاش، ما حبيتهاش. ما عندكش اسباب فنية؟ ما فيش ثغرات يعني، بس هو مش ذوقك؟ مش ذوقي يعني، ما لما سمعتها ما شدتنيش، فخلاص هعمل ايه يعني. مش انا بصراحة حبيت بتمايل على البيت جدا، وانا مختلف معاك برضو، لسه مختلف معاك لحد دلوقتي في موضوع التوزيع، توزيع امين نبيل انا شايف ان هو ديب هاوس معمول صح جدا، وكمان الديب هاوس ميزته ان هو موسيقى هاوس ليليه، انت عارف ان موسيقى هاوس صباحيه يعني زي التروبيكال هاوس، الحاجات اللي هي شواطئ، اللي هي شواطئ وصيف وكده مثلا، دي صيفيه ونهاريه. الديب هاوس بتاع باب وديسكوهات بالظبط، الديب هاوس بالليل. فعجبني ان هو فعلا متخيل ان احنا بالليل دي ليله واحده بتسهر في مكان وبتاع وبترقص على البيت،
فانا عجبني ان هو حتى مختار الفورم الموسيقي اللي لايق على المكان اللي هم فيه، حتى اللي هو مش اي هاوس كمان، لا ده يعني هاوس وديب هاوس بتاع بالليل. بالظبط. فانا عجبتني الاغنيه جدا بصراحه، وكلمات عزيز شافعي والحان عزيز شافعي برضو، حاسس انها جديده على عزيز شافعي نفسه. بالظبط، غير مفردات المنهج بتاع عزيز اللي شغال بيه الفتره اللي فاتت. بالظبط. وكمان هندسه الصوت في الاول وهي بتغني وهي داخله في الاول، بحس ان في تليفون افكت او حاجه مكتوب، يعني صوتها مش طبيعي بس ده متوظف في الاغنيه، لان الاغنيه عن واحده فعلا مش في حالتها الحقيقيه، يعني بتتظاهر بحاجه. فانا عجبتني الاغنيه كلها على بعضها كده. هي مقام نهاوند، نهاوند على الله برضه، مش عارف هي بتغني عن نهاوند على الله دايما ليه، ولا مش على الله مش فاكر والله. بس طب يعني في كلام كده دايما بيتقال ان اليسا هي عمرو دياب المطربات، يعني في واحد صاحبي صديقي قبل نعمل الحلقه دي بعت لي عشان نعملها، بيقول لي انتوا ازاي ما بتتكلموش عن اليسا، دي عمرو دياب المطربات. ايه رايك في موضوع عمرو دياب المطربات ده؟ لا، لو ما اظنش انه تشبيه موفق، يعني ما اظنش انه تشبيه كان في كلام موفق. ان هي عمرو دياب بيختار لها اغانيها في فتره. لا 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 لا، كلام ده كان في سنه 2003، كان في اشاعات ان هم اعتقد ده كلام فارغ، يعني ما اظنش في اشاعات عليهم في 2003 ان هو بيديها الاغاني، بيسيب لها الاغاني وبتاعه. لا لا، بص دي كلها في اطار الاله الدعائيه والشائعات اللي بتطلع يعني. بس انا شايفه كلام فارغ يعني من الاول لاخر. في علاقه جيده يعني، في احترام متبادل يعني، ولما بيشوفوا بعض في مناسبات بيبقى فيه يعني تقدير لقيمة عمرو كفنان كبير وسابقها بسنين كتير يعني. ما أظنش إن ينفع إن أحط إليسا في تقييم مع إنه دي عمرو دياب المطربات، لسبب لأنه في مطربات غيروا في شكل المزيكا وعملوا تجارب موسيقية أجرأ من إليسا، على رأسهم سميرة سعيد. فما هياش إليسا اللي عملت مزيكا جديدة، ولا هي اللي غيرت بس شكل في حاجة المزيكا. هي سميرة سعيد عملت أشكال موسيقية أكتر، يعني اقوى ومتطوره اكتر. لكن في حاجه في اليسا هي الصفه اللي ممكن تخليها تتشبه بعمرو دياب فعلا. ايه الصفه دي؟ ان اليسا ليها اغاني كتير قوي قوي محفوظه، سميره سعيد مش كده. ممكن يعني ناس كتير في البومات كامله لاليسا تنزل الشارع الناس يعني حافظينها، يعني عارف انت عمرو دياب، فكره ان عمرو دياب اللي هو اغانيه محفوظه، اغانيه اللي مش متصوره حتى. فاليسا بحس انها المطربه الست الوحيده اللي عندها الكم ده من الاغاني المحبوبه والمحفوظه، رغم انها ما فيش اختراعات موسيقيه يعني ولا شقلبه. بس هو شئنا ام ابينا، اليسا اسم مهم جدا جدا جدا، وتعتبر هي النجمه الاكثر بريقا وشهره في لبنان خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. يعني لبنان بس؟ في لبنان. النجمه اللبنانيه. انا شايف انها عربيا هي النجمه عربيا الأهم. لكن هي هي من عربيا مش النجمه الاهم؟ لا، مش النجمه الاهم عربيا. إليسا مش النجمة الأهم عربي. أنا مختلف معاك. طب مين النجمة الأهم؟ أنا شايف إنه، وهقول لك رأي صادم يعني، إنه شيرين عبد الوهاب كانت ممكن تبقى النجمة الأهم عربياً لو ركزت في مسيرتها شوية. كان ممكن، بس الواقع بيقول إن إليسا الواقع، لا الواقع فيه هي أكتر نجمة بياعة، أكتر نجمة بتتسمع. الأهمية مشتركة دلوقتي، النجومية متوزعة ما بين إليسا، ما بين أصالة، ما بين أحلام، ولو انه يعني مفيش مقارنه في الشكل الموسيقى. مش اصاله حاليا قويه يعني، اصاله طبعا يعني، بس كليجاسي مين يكسب؟ مين اللي عنده اغاني اكتر على العيش، اليسا ولا اصاله؟ مفيش ست ليجاسي في الوطن العربي. انا اسف الكلمه دي، ذكوري يا راجل، ذكوري يا جماعه من اول الحلقه والله. مفيش مطربه ليجاسي في الوطن العربي كله بعد كوكب الشرق ام كلثوم وفيروز، وانا مسؤول عن اللي بقوله. مفيش مطربه ست مع كامل احترامي ليهم، مفيش صوت مصر بقى ولا صوت لبنان، ولا صوت مصر ولا صوت لبنان ولا صوت اقول لك حاجه رود الفرج. لا لا، انا فوت حاجه. انا من وجهه نظري الاكثر اهميه دلوقتي انغام طبعا. يعني ما ينفعش تقول انغام عندها كميه اغاني مشهوره ومحفوظه ومحبوبه ومسموعه قد اليسا. لا، خليك منصف. لا لا بس الفكره في النجوميه والقوه. انغام واصاله يجوا قبل اليسا. اليسا نجمة مسوقة تجاريا بشكل كبير، لكن أنغام مثلا ما عندهاش الآلة التسويقية الكبيرة اللي كانت شغالة وراء إليسا. أنا مش بتكلم كصوت، أنا ولا الجماهيرية والنجومية. آه، أنغام أهم من إليسا دلوقتي عربيا ومش انحياز. مش انحياز. أنا مختلف معاك بصراحة، أنا شايف إن إليسا وإن كنت
هي بقى في ال20 سنة الأخيرة إليسا هي النجمة العربية الأهم يعني. أنا وأنا بقول لك أهو بعد أم كلثوم وبعد فيروز. لا مش أم كلثوم ولا فيروز. مفيش ليجاسي امرأة جت في الأغنية. أنا مش أم كلثوم وفيروز، لا بتكلم في الأمر الواقع. اللي هو الواقع أحسن الموجودات الأمر يعني. الأمر الواقع إليسا نجمة كبيرة جدا، لكن أنا عمري ما هقول إنه على واحدة بتنشز إنها أهم نجمة في الوطن العربي. لا لا مش مش إنس. مش قصدي كموهبة. انا فاهمك. كجماهيريه، كمبيعات، كنجوميه. هي مبيعات كبيره وبتحقق مبيعات ونجوميه وكل شيء، لكن انتشار انتشار تمام، بس مؤخرا مفيش انتشار. اخر 3 سنين إليسا ما عندهاش الانتشار الغنائي الكبير. إليسا ما بتعملش كم الحفلات اللي بيعملوه فنانين تانيين، لانه واضح ان قدراتها الصوتيه الضعف فيها واضح. انه المشروع إليسا نفسه انا لا ارى انه خد بالك ان موضوع السن كمان هيفرق معاها الفتره الجايه. ما انغام اكبر منها، اصاله اكبر منها، بس هي فيها مشاكل صحيه يعني. تمام، ربنا يشفيها طبعا. انا فاهم، لكن انا تنبؤاتي يعني انه رؤيتي المستقبليه انه نجوميه إليسا في المراحل في خريف عمرها الفني، مش في وهق في يعني. انت قصدك ان الجاي الكيرف هيكون اصلا كده كده نزل. هو نزل وهيبقى اقل برضه. مفيش ذروات جايه يعني. مفيش ذروات جايه، ده توقعي يعني. مش علشان ظروفها الصحيه ربنا يشفيها وهي تجاوزت الموضوع، لكن علشان انه الموهبه هي الحجر الاساسي اللي كل حاجه مسنود عليه. الموهبه مشروخه اصلا، مهزوزه، هي عباره عن عناصر اخرى صنعت الاسم والنجوميه. لكن الاساس كور بتاع الموضوع هو ايه؟ ده. وده فيه المشكله. انت تتمنى ايه؟ تنصحها بايه؟ او تحب تشوفها الخطوه اللي هي تاخدها بعد الحلقه دي؟ ما هي تسمع الحلقه وانت عمال بتقطع فيها هتشتمنا يعني. مش هتعمل كده. هتشتم طبعا، كلهم هيشتموك يا مصطفى. بص، لا انت عايز خطوه بعيدا عن انت تعملها، هي تنزل اغنيه ايجيبشن بوب بالمفهوم الجديد مثلا. لا، اولا تروح تدرب صوتها، ده اساسا. لان اللي حصل في حفله التريو اللي في السعوديه اللي اتعمل، كلهم نشزوا لان كلهم مخستعين الايام دي. طب ليه ما نقولش ان في اصلا مشكله عندنا في فكره الحفلات انها بتقلب شغل افراح؟ ده هندسه صوت بقى. بص، هو كان واضح ان تحضير الحفله ما كانش بالشكل الجيد يعني. طب واضح ان هي حفله واحده بس اللي فيها نشاز او مطربه واحده. انت مش ملاحظ ان عموما حفلات عندنا مش ممتعه عموما؟ مش بتكلم عندنا، حفلات عندنا في الوطن العربي عموما شغل افراح كله. ما انغام عملت الحفله بتاعتها هناك، انغام معاها اوركسترا في... طيب هات لي اوركسترا تغني. بتكلم على الكومبو إليسا. الحفلات بتوع مطربين الكومبو، طلع لي إليسا تغني ساعتين على المسرح ومعاها الريبرتوار بتاعها كله تغنيه. غني مع ممدوح موسى زي الحلاوه يعني. مع ممدوح موسى. خليني ساكت بقى، ما تزعق. خليني ازعل الناس منك. انت كده كده زعلت الناس يا مصطفى. ماشي، مش مشكله، بس ده رايي. رايي انه إليسا مطربه زي ما اتفقنا ان هي مطربه استوديو، ما تعرفش تطلع تقف ساعه ونص ساعتين على خشبه. أيوة، المسرح. ده مفيش خلاف على ده. قدم الريبرتوار بتاعها، فازاي اصنفها انها الاهم؟ ازاي انا ابقى مسؤول ان انا احطها ان هي الاهم؟ لانه كده انا هبقى ساعتها راجل مش بشتغل. اقول لك ليه؟ لان اللي بيسمعوا الاغاني اوديو وبيسمعوها في البومات وبيسمعوها على المنصات اكتر بكتير من اللي بيروح حفلات، فبالتالي هي كسبانه في القطاع الاكبر. يبقى هبقى انا كده شريك في اله الدعايه اللي بتروج لده. مش دعاية ولا حاجة، بس هي حقها. اصل هي واحدة عملت عملت كمية اغاني ممكن تعملها بلاي ليست فيها 30 اغنية كلهم جامدين جدا. هي نجمة نجمة كبيرة. ماشي. واهم نجمة في لبنان. مش هسيبك النهاردة كده. هي اهم نجمة. هتعترف. لا لا، هي اهم نجمة في الناس دي مش هتروح. اهم نجمة في لبنان اخر 20 سنة إليسا. اوكي. ده لا جدال فيه. يعني في لبنان احنا على الاقل لبنان. احنا متفقين ان هي اهم نجمة في لبنان. ماشي، خلينا. لكن على مستوى بقى الوطن العربي وبعدين انا بقى مستاء جدا من ظهور إليسا في برامج اكتشاف المواهب، انه مش إليسا اللي هتقف تقيم صوت هو احسن منها. زياد الرحباني كان بيتريق عليها في الموضوع ده. فيديو اسطوري اللي عمله زياد الرحباني، وعنده مليون حق. شفت؟ طبعا شفت. قال على نجوى كرم. طبعا، وعلى اصاله. بتعيش بتشوف. لا لا، لو قال جمله مهمه على اصاله بتزعق. بتكسر خبز طبعا. هو عنده مليون حق. فانت يعني صوتها بيكسر بيه خبز. بتجيب صوتها. حط صوتها قوي، لكن هي ما عندهاش احساس. اوف يعني، برضو تعليق يعني. زياد الرحباني لما يقيم ليه كل التحيه. انا متفق مع كل اللي بيقوله، لانه مش اي حد. وبعدين زياد بره منظومه اللي هو
منظومه التطبيل للمطربات وتحويلهم الى اساطير، والمطربين برضه عشان الناس ما تقولش ان انا منحاز أيوة ضد المطربات، يعني هو بره المنظومه بتاعت هو مش بيجامل مش بيجامل وبيرمي دبش يعني. يعني رغم ان هو يعني ليه سقطات، يعني اشتغل مع مايا دياب تقريبا صح؟ لا اشتغل مع مايا دياب ومايا حريري اعتقد في فتره برضه، ولا مين حد تاني كده؟ لا اشتغل مع لطيفه بنص الجو، بس لطيفه مطربه شغل يعني. بقى شغل وعامل معاها جهاز جامد بالظبط. بس يعني فهي الفكره في ايه؟ انه اليسا مش نرجع للنقطه المهمه اللي هي تعمل ايه؟ ايوه انت بكره هي روشته كده تبقى لها اليسا محتاجه انها لا بس حاجات مش كلام عام، انا عايز كلام اللي هو هتنفذه هتنفذه؟ يعني تروح تروح تجيب جيهان النصر تدربها تغني. والله تجيب دكتوره جيهان النصر تدربها تغني ازاي؟ ده اوكي اول حاجه. وتقعد بقى تجيب مستشار فني ليها. والله العظيم حد زي ما كان جان ماري بيختار لها اللي يناسب صوتها. تجيب مستشار فني ينقي اغاني. وبعدين برضه نجحت بعد جان ماري ما سابته، ماشي نجحت بعد فضلت جان ناجحه ومكسره الدنيا عادي ما هو ومصدومه دي ما كانتش واخرج فيها. بره بقى، اخرج بره فكره بقى ايه اغاني القضايا اللي انا دخلت نفسي فيها واكتشفنا ان انت لا بتاعت قضايا ولا بتاع، لو رحت غنيتي مع سعد المجرد في الاخر يعني لو هنتكلم ان انت ماشي عندك انا قضيه. متفق معاك ان دي كانت سقطه، طبعا لان ما فيش هي حد فيمينست اصلا كانت تقبل انها تغني مع سعد المجرد قولا واحدا يعني، ما ينفعش. فلازم مراجعه لشكل المزيكا اللي بتقدمه، الالحان اللي بتعملها. مش هقول لك تروح تغني الايجيبشن نيو بوب، بس على الاقل تدينا واحده ليمون نعناع. لا لو هو بقى لو هو بقى ليمون نعناع، لا دي اغنيه ليمون نعناع دي برضه هي كمان كانت قلشه كده. لكن ما انا بقول لك، ما انا خايف انت تقول لها ايجيبشن بوب تروح تعمل لك ليمون نعناع هتنقدها مش اكتر. هتعرف تعملها، ما هي مش هتعرف تعملها. بس فعلى الاقل ما هي هتعملها وهي مش عارفه تعملها. على الاقل على الاقل زي ما بقول لك هي محتاجه انها تدريب صوتي كتير جدا الفتره الجايه، تكف عن التجارب الموسيقيه اللي انت وانت سامعه ودنك وانت بودنك بتسمع في الاستوديو صوتك قبل ما يتحط بقى الشغل اللي بيتعمل على الصوت الرسم الصوت وظبطه بتاع ما تغنيهاش. يعني ما تغنيش اغنيه بتلوي صوتك فيها يعني. بس وترجع على فكره في اغنيه صاحبه رأي في السينيو وفي مشكله في الصوت حتى في الاستوديو. طيب لانها بتعلى قوي، بتعلى قوي في السينيو لدرجه مش حلوه، مش تسيتشوره يعني صوت مش مستقر بالظبط. وهرجع اقول لك انه هو للاسف الشديد احنا تقبلنا اشياء في بداية الألفية، إنه في ناس كتير غنت وهي عندها مشاكل في الغنى، مشاكل كمطرب يعني. بس للأسف اللقب اللي بيبقى جنبه إيه؟ مطرب. بس هو مش مطرب، هو مؤدي، ومؤدي نص نص. بس الأشياء اللي حواليه شايف أنا مش شايف إن بصراحة صوتها بالفظاعة دي. هي عندها طبعا هنت، عندها ثغرات في صوتها، صوتها مش أقوى حاجة، يمكن مش من أقوى 20 مطربة أو مش من أقوى 50 مطربة حتى، بس بالزبط. صوتها مقبول في رأيي. ده رأيي أنا بقى، رأيي أنا يعني. صوتها حتى بعض الديفوهات اللي في صوتها أحيانا في بعض الأغاني بتكون عوامل قوة يعني. أنا ساعات بحس إن الديفوهات دي هي اللي بتخلي صوتها حقيقي وفي إحساس. ده رأيي أنا برضو، رأيي متواضع يعني، لو حد عايز ياخده. لو أنا بتمنى فعلا إنها تعمل حاجة، إنها تشوف حد، مش لازم هي يعني، حد دارس السوق أكتر، دارس التغير اللي حصل في المزيكا في آخر 5 سنين أو آخر 3 سنين. زي ما كده مع محمد محسن جابر مثلا، مع احمد سعد، حد كده فاهم يعني، شخصيه تكون من العصر صح. مش ما خلاص بقى يعني، محمد يحيى وايمن بهجت قمر مع احترامي ليهم، انا حتى مع عمرو دياب بقول انه مش المفروض عمرو دياب يشتغل مع محمد يحيى وايمن بهجت قمر يعني، خلاص بقى نتجاوز يعني. والله هما ولو ان محمد يحيى عمل اغاني حلوه، محمد يحيى في رمق شويه يعني، عامل هتتدلع على عمرو حلوه وعامل رايقه برضو حلوه. بس اقصد لا، محتاجين بقى ان انت تشوفي في الموسيقى اتغيرت اخر 5 سنين. ف وهي للاسف عندها مشكله كمان ان لبنان حد يدير ده، انه لبنان كمان ما فيهاش فلاتات في الكتابه وفي التلحين دلوقتي. انا بتكلم في مصر بقى يعني. لا انا بتكلم يعني لو على حتى مستوى لبنان ما فيش عندها فلاتات في الكتابه والتلحين، حتى بغض النظر عن اشخاص، بس فكره ان انت تبقي واعيه ان حصل شيفت كده، في مهرجانات طلعت، في راب، في مش عارف ايه حاجات، في ايجيبشن بوب جديد ظهر. بالظبط. ففي المزيكا اتغيرت، مش شرط انها تركب الموجه، بس على الاقل تكون دارسه الذوق اللي اتغير ده وازاي انها تقدر تقدم ليه بديل.
موضوع الصوت انا مش متفق معاك قوي، بس انا مع حته انها فعلا محتاجه اداره جديده تكون من العصر. وانا متفق معاك في كلامك ده. طب دي ختام حلو يعني، نقطه وسط، حل أكيد. وسط. بسطت جدا معاك مصطفى في الحلقه دي، وانا جدا يا مجد. واستنوا الحلقه الجايه من ورا مصنع الاغاني.